بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وجولة جديدة من دوري الجمهورية 2005، وتحت شعار الحفاظ على الصدارة يدخل الأهلي هذا اللقاء متصدرا لجدول ترتيب المسابقة برصيد 14 نقطة، ويلتقي اليوم فاركو. نتمنى أن احنا نشوف لقاء ممتع وجميل من لاعبي الفريقين، وخاصة طبعا نجومنا ولاعبي النادي الأهلي اللي بيقدموا متعة كبيرة جدا في دوري الجمهورية هذا الموسم. لحظات قليلة وهنبدأ مع حضراتكم أحداث هذا اللقاء وتشكيل الفريقين. طبعا ده كابتن محمد نهاد حكم المباراة اللي متواجد أمام حضراتكم، واللي بيستعد طبعا لإطلاق صافرة البداية لمباراة اليوم. أجواء رائعة هنا بملعب الأهلي بمدينة نصر، نتمنى أنه الأمور أيضا داخل أرض الملعب تكون متميزة. جئنا لنبحث عن الإثارة والندية والمتعة الكروية. بسم الله وعلى بركة الله بدأنا مع حضراتكم أحداث هذا اللقاء. وادي معتز بيلعب الكرة في وسط الملعب عند محمد رأفت اللي بيلعب الكرة الأمامية. طبعا تشكيل الفريقين، النادي الأهلي النهاردة حازم جمال لحراسة المرمى، عبد الله بستانجي، معتز محمد، يوسف جمال، طارق فوزي، يوسف عبد الحفيظ ويوسف عفيفي، محمد رأفت، محمد عبد الله، سيف أيمن ومحمد زعلوك. على الجانب الآخر فاركو زياد وليد لحراسة المرمى وإسلام أبو اليزيد، عبد الرحمن فهمي. نشوف الهجمة دي الأول للأهلي، يعني كرة خطرة في اتجاه بقى اللاعب الهداف يوسف عفيفي اللي سجل 4 أهداف في هذا الموسم مع الفرقة. نرجع لتشكيل نادي فاركو، طبعا نور الدين كرم، إبراهيم عماد، وعبد الرحمن إيهاب، فتحي محمد، زياد محمد، محمد الدسوقي، وهاشم شعبان. حضور للكابتن سيد عبد الحفيظ هنا في ملعب الأهلي بمدينة نصر. طبعا كل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بيحظى بمتابعة وبمساندة كبيرة جدا من كل أعضاء مجلس الإدارة. طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ واحد من النجوم الكبار ومحبوب، والسلامات بقى والطيبات والأمور دي مع أعضاء الجهاز الفني والإداري لنادي فاركو. هذه كرة تتلعب على طول أمامية وتوصل في اتجاه اللاعب معتز محمد. معتز محمد يتقدم من ناحية اليمين وبيلعب الكرة الأمامية. طبعا قيادة تحكيمية المباراة اليوم كابتن محمد نهاد بيعاونه خالد حسام طه ومصطفى صلاح. اتلعب الكرة هناك ناحية اليمين عند اللاعب يوسف جمال. يوسف بيلعب الكرة الأمامية عند محمد عبد الله اللي بيلعب كرة في الامام كده في اتجاه بقى النجم والهداف يوسف عفيفي، بيلعبها لمحمد عبد الله مره تانية اللي بيلعب الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء في اتجاه اللاعب محمد زعلوك القادم والاضافه الجديده من وادي دجله لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني للنادي الاهلي في مباراه اليوم، مدير فني قدير طبعا ومعاه جهاز وحاجه محترمه جدا. ترجع الكره من معتز بيلعبها في وسط الملعب، استلام امام حضراتكم والانطلاقه من ناحيه الشمال عند اللاعب طارق فوزي. ادي طارق بيلعب الكره البينيه عند اللاعب سيف ايمن. سيف ايمن لعيب جوكر كده، يعني دايما بيكون متواجد على الجانب الايسر سواء بقى في مركز الباك ليفت او الهاف، والمدير الفني كابتن سامر عبد الرحمن لديه بعض الحلول مع هذا اللاعب الحقيقه اللي هو اللاعب سيف ايمن. جميل جدا لما تملك لاعب يكون لديه يعني مرونه في التحرك داخل ارض الملعب، التحرك الفني، ممكن يلعب بقى هاف وممكن يلعب باك وممكن يلعب في وسط الملعب، يعني تبقى حاجه جميله جدا. ادي بقى البدلاء، وادي رميه التماس من ناحيه الشمال عند اللاعب طارق فوزي، بيلعب الكره في اتجاه زعلوك اللي بيستلم كورته زعلوك وبيعيد الكره للاعب طارق فوزي، وفاول للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. الاهلي اللي بيجيد استغلال الحقيقه الضربات الثابته، يعني عندنا بقى اللاعب معتز محمد بيزيد كده داخل منطقه الجزاء وبيقدر ان هو يسجل، وشفنا الهدف اللي كان سجله في مرمى بتروجيت من اللعبه العرضيه اللي كانت من فاول ولكن كانت من ناحيه اليمين، المره دي بقى ناحيه الشمال. شايف محمد عبد الله وشايف بقى اللاعب يوسف عفيفي، والمره دي محمد عبد الله يبدو ان هو اللي هيلعب. هنشوف هل في جمله ولا حاجه متفقين عليها مع المدير الفني سامر عبد الرحمن. ادي على طول بيسيبها محمد عبد الله الى يوسف عفيفي، وركله حره للنادي الاهلي في بدايه المباراه. تتلعب على طول عرضيه داخل منطقه الجزاء، والمحاوله مره ثانيه في اتجاه اللاعب زعلوك وترجع خطره جدا. وادي التصويبه الاولى في المباراه، ادي التصويبه الاولى في المباراه، ولكن الى خارج الملعب طلعت وبقت ركله مرمى في احداث هذا اللقاء بقى من اللاعب محمد رأفت. الى خارج الملعب طلعت وبقت ركله مرمى في مباراه اليوم. ادي اللقطه وادي اللعبه من اللاعب يوسف عفيفي، اتلعبت كده على الايمن قريب ويبدو انها جمله متفقين عليها، واتلعبت من يوسف عبد الحفيظ عاليه، وادي اللمسه وبيحولوا الكره كده من ناحيه الشمال لناحيه اليمين، كلها العاب بالراس داخل منطقه الجزاء، والتصويبه اخيرا من اللاعب محمد رأفت ولكن تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. معتز محمد بيفتح الملعب هناك عند عبد الله بستانجي اللي بيسند في وسط الملعب ليوسف عبد الحفيظ، لعيب متحرك جدا ولعيب رائع في وسط الملعب اللاعب يوسف عبد الحفيظ الحقيقه.
ترجع الكرة مرة تانية إلى عبد الله بوستانجي اللي بيلعبها لمعتز محمد، بداية الهجمة للنادي الأهلي في مباراة اليوم. وادي الكرة الملعوبة الأمامية في اتجاه اللاعب سيف أيمن بيحاول عليها وضاغط معاه اللاعب طارق فوزي، بياخدها طارق، طارق بيلعبها في وسط الملعب للاعب محمد رأفت اللي بيلعب كرة بينية أمامية، ولكن الكرة إلى خارج الملعب طلعت وبقت ركلة مرمى لصالح فاركو في مباراة اليوم. ركلة مرمى الفاركو والحارس زياد وليد حارس المرمى في أحداث هذا اللقاء. اتلعبت الكرة توصل لإسلام أبو اليزيد، إنما الضغط على طول من لاعبي النادي الأهلي. أدي الانطلاقة للاعب سيف أيمن، سيف أيمن بيلعب الكرة في وسط الملعب لمحمد رأفت ليوسف عبد الحفيظ، ترجع لطارق فوزي، وادي العرضية بقى من سيف أيمن داخل منطقة الجزاء، ومحاولة مرة تانية توصل هناك ناحية اليمين عند اللاعب محمد عبد الله، إنما بياخدها منه اللاعب أمام حضراتكم هنا عبد الرحمن فهمي. أدي أمامنا الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن خالد ديبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. رمي التماس بتتلعب على طول أمامية عالية وترجع مرة أخرى للاعبي النادي الأهلي عن طريق اللاعب يوسف جمال بيلعبها، وادي بقى يوسف عفيفي في وسط الملعب وتوصل الكرة إلى اللاعب محمد عبد الله، بيفتح الملعب هناك ناحية اليمين، نقلات كده من لاعبي النادي الأهلي عن طريق يوسف جمال ومحمد عبد الله واللاعب يوسف عفيفي، إنما الضغط من لاعبي فاركو، تعود الكرة في الخلف مرة تانية عند اللاعب عبد الرحمن فهمي اللي بيلعب الكرة الأمامية ولكن إلى خارج الملعب رمي تماس. واضح جدا من البداية إن لاعبي النادي الأهلي بيشكلوا الضغط على لاعبي بتروجيت في على لاعبي فاركو في مباراة اليوم. وادي رمية التماس بتتلعب على طول أمامية وتوصل الكرة في وسط الملعب عند اللاعب إبراهيم عماد، ولكن ضغط على طول في هذه اللقطة من اللاعب يوسف جمال والكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية التماس للنادي الأهلي من ناحية اليمين ليوسف جمال. يوسف عبد الحفيظ بيستلم كورته وانطلاقة من ناحية اليمين، وادي الكرة العرضية، وادي زعلوك بقى واللمسة الرأسية، ولكن الكرة تمر إلى خارج الملعب أمام أنظار النجوم بقى اللي متواجدين ده خارج الملعب اللي على الصورة دلوقتي طبعا، والكرة تمر إلى خارج الملعب كابتن خالد بيبو وكابتن سيد عبد الحفيظ. ترجع الكرة مرة تانية لإسلام أبو اليزيد، بداية جيدة وبداية ضاغطة من النادي الأهلي اللي بيسعى طبعا لتحقيق الثلاث نقاط النهاردة للحفاظ على الصدارة، طموح كبير جدا طبعا لهذا الفريق لتحقيق دوري الجمهورية بإذن الله في هذا الموسم، نتمنى لهم كل التوفيق، نجوم كبار طبعا لاعبي النادي الأهلي. أدي رمية التماس بتلعب على طول في اتجاه زعلوك والكرة تمر إلى خارج الملعب ورمية التماس من ناحية اليمين. أدي بقى الضحكات والأمور المية مية يعني النادي الأهلي اليومين دول والأهلي السوبر والدنيا يعني 100 فل و14، ربنا يديمها ونتمنى المزيد والمزيد كمان. ترجع الكرة ناحية اليمين لصالح نادي فاركو، وهذه الانطلاقة هنا أمامنا من اللاعب فتح محمد، ولكن يا ولد يا معتز، يا سلام يا معتز يا محمد، شوف الرجولة والفدائية في اللقطة الماضية، وهذه أمامنا اللاعب فتح محمد نتمنى له السلامة لاعب نادي فاركو في مباراة اليوم اللي وقع على أرض الملعب. وادي نجومنا وبدلاء النادي الأهلي محمد مختار، محمود لبيب، زياد سامي، أحمد وحيد، أسامة أحمد، فارس، عمرو خالد بيبو، أحمد عزت، أحمد فكري. وادي اللقطة، وادي التدخل بقى من اللاعب معتز محمد والكرة إلى خارج الملعب طلعت وبقت رمية تماس لصالح نادي فاركو من ناحية إليم. رمية تماس بتتلعب على طول عرضية داخل منطقة الجزاء، وادي التصويبة مرة تانية من اللاعب اللي هو طبعا فتح محمد، وحكم اللقاء بيدي تسلل، ركلة حرة غير مباشرة للنادي الأهلي للحارس حازم جمال. حازم بيلعب الكرة لمحمد رأفت، محمد رأفت يتقدم للأمام وبيلعب الكرة الأمامية هناك ناحية الشمال عند اللاعب سيف أيمن اللي بيملك المرونة التكتيكية الحقيقة اللاعب ده، والكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس للاعب طارق فوزي. طارق لسيف، سيف أيمن، أدي سيف أهو أمام حضراتكم بيلعب لمحمد رأفت مرة تانية، محمد رأفت بيغير الملعب من الشمال لليمين هناك عند اللاعب عبد الله بوستانجي اللي بيسند على محمد عبد الله، وهنا بقى كان اللاعب يوسف جمال والكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس لفاركو من ناحية الشمال، هيلعبها اللاعب أمام حضراتكم نور الدين كرم. أدي نور الدين، نور الدين بيلعب الكرة الأمامية، ترجع مرة تانية من يوسف جمال في وسط الملعب، محمد رأفت بيلعب كرة عند زعلوك اللي بيحاول يعني يستحوذ عليها كده، ولكن عائدة الكرة إلى اللاعب إسلام أبو اليزيد. إسلام لفاركو بيلعب الكرة الأمامية، ولكن على طول عائدة من جديد إلى اللاعب معتز محمد اللي بيلعبها ناحية الشمال عند طارق فوزي. طارق بيسند على سيف أيمن، أدي سيف أهو بيحاول يعدي يا ولد العيب، واحد من النجوم اللي كان سجل في المباراة الماضية اللي انتهت بفوز النادي الأهلي على إنبي 2-1، اللاعب سيف أيمن واللاعب يوسف عفيفي هداف الفرقة. يوسف عفيفي لديه 4 أهداف ولعيب يعني متميز جدا، عامل موسم أكتر من ممتاز اللاعب يوسف عفيفي الحقيقة هو وزملائه في الفرقة. ترجع الكرة في وسط الملعب، ادي الاستلام، وادي لأمامنا بقى هنا اللاعب محمد رأفت بيلعب الكرة الأمامية البينية في اتجاه زعلوك، وترجع الكرة لسيف أيمن، يلا يا سيف، ادي سيف وطلع له هناك طارق فوزي، عدى سيف عدل على يمينه ولعب الكرة
وتوصل الى زياد وليد حارس المرمى. الفكره حلوه من اللاعب سيف ايمن اللي امام حضراتكم، واحد من النجوم ولعيب متالق جدا يا ولد لعيب. شوف بقى الثقه في النفس وشوف المهاره وشوف المرور، وادي على طول بقى كانت محتاجه تبقى قويه شويه، انما هو لعبها كده ووصلت الى زياد وليد حارس مرمى نادي فاركو في مباراه اليوم. زياد وليد بيلعب الكره الاماميه توصل هناك ناحيه اليمين، خطره جدا دخل منطقه عند اللاعب فتحي محمد. فتحي خطر بيحاول يعدي، ولكن بقى هنا التدخل في توقيت مناسب من اللاعب طارق فوزي. ترجع الكره مره ثانيه لفاركو ناحيه اليمين، وادي الانطلاقه امامنا والكره العرضيه داخل منطقه خطره، وفتحي محمد يبدو انه بيعاني من اصابه كده في الكره اللي فاتت دي. لسه الهجمه لصالح فاركو، كره في وسط الملعب عند اللاعب زياد محمد، وبيخرج الكره الى خارج الملعب للاطمئنان على سلامه اللاعب فتحي. فتحي اللي يعني بيعاني من اصابه منذ بقى الاشتراك مع اللاعب معتز محمد في بدايه احداث هذا اللقاء، نتمنى له السلامه طبعا. لاعب نادي فاركو في مباراه اليوم. الاهلي طبعا مشاهدين الاعزاء حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين، فاز على الاسماعيلي 3-1 وتعادل مع الاتحاد 1-1. ادي اللقطه وادي الكوره اللي كانت داخل منطقه الجزاء للاعب فتحي محمد، ويعني عايز يسدد كده انما الكوره جت يعني قلشت من على رجله كده، ويبدو ان هو بيعاني من اصابه في الركبه، نتمنى له السلامه وان شاء الله يكمل المباراه مع فرقته، ونتمنى السلامه لكل اللاعبين. النادي الاهلي وفاركو مر اول 10 دقائق بنلعب في الدقيقه 11 من عمر وبدايه احداث الشوط الاول، ولا زال طبعا التعادل السلبي بدون اهداف في مباراه اليوم. ورميه التماس من ناحيه الشمال لصالح اللاعب يوسف جمال اللي بالتاكيد لاعبي الاهلي هيرجعوا الكوره لفاركو. رمي التماس، ادي على طول الكره لمحمد رأفت، وبالفعل مبدا الروح الرياضيه نتنافس داخل الملعب والكل يفوز، وتنافس شريف طبعا، انما الروح الرياضيه هي السائده، الرياضه اخلاق قبل اي شيء. تتلعب الكره مره ثانيه وتوصل في اتجاه اللاعب سيف ايمن بيلعبها في وسط الملعب، وملعوبه الكره لطارق فوزي ناحيه الشمال. معتز محمد بيلعب الكره لعبد الله بستانجي ناحيه اليمين، عبد الله يتقدم للامام بستانجي وماشي ولسه الكرة معاه، هنشوف هيتصرف ازاي، وبيفتح الملعب هناك ناحية اليمين عند اللاعب يوسف جمال. يوسف بيلعب الكرة الأمامية في اتجاه محمد عبد الله، ليوسف مرة ثانية، عبد الله، عبد الله بستانجي إلى معتز محمد. بداية الهجمة كده دايما بتبدأ من تحت للنادي الأهلي، وأدي الكرة الطولية عند زعلوك بيحاول عليها، ولكن هنا عبد الرحمن فهمي بيخرجها إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس لطارق فوزي. طارق بيلعب لزعلوك، زعلوك ومعاه سيف ايمن بيسند على سيف، ادي سيف تحرك رائع من اللاعب سيف وبيظهر لزملائه بشكل متميز الحقيقه. ترجع الكره لمحمد رأفت، محمد رأفت في وسط الملعب والاستلام والانطلاقه امامنا من اللاعب بستانجي اللي بيفتح الملعب هناك ناحيه اليمين عند يوسف جمال. يوسف معاه يوسف عبد الحفيظ، عدى وماشي ولعب الكره البينيه الحلوه ليوسف عفيفي. يوسف بيسند على محمد عبد الله، محمد عبد الله بيلعب الكرة العرضية الخطيرة جدا في اتجاه سيف أيمن، ولكن الكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة مرمى لزياد وليد حارس المرمى. أدي أمامنا يوسف عبد الحفيظ، واحد من نجوم خط الوسط في النادي الأهلي، لعيب رائع ولعيب ينتظر مستقبل باهر بإذن الله في عالم كرة القدم، نتمنى له كل التوفيق. يوسف عبد الحفيظ زياد وليد بيلعب الكره الاماميه، زياد ترجع الكره ليوسف عفيفي في وسط الملعب. يوسف بيلمس لمسه حلوه كده لمحمد عبد الله ناحيه اليمين، وادي الكره العرضيه من عبد الله وتطلع وتبقى ركله ركنيه للنادي الاهلي من الجانب الايمن من ملعب المباراه. ركله ركنيه للنادي الاهلي، محمد عبد الله ويوسف عفيفي، والركله الركنيه من ناحيه اليمين. العاب الهواء بقى والامور دي، ادي يبدو ان في جمله متفقين عليها اتلعبت، الكره وصلت هناك ناحيه اليمين عند يوسف جمال، لعبها لمحمد عبد الله مره ثانيه اللي بيحاول يعدي محمد، وبيلعب الكره العرضيه لكن دفاع فاركو بيخرجوها، وترجع الكره وضغط اهلاوي، وادي الكره العرضيه في اتجاه زعلوك خطره جدا، وادي سيف، ادي سيف وتصويبه حلوه، تصويبه حلوه من اللاعب سيف ايمن في اللقطه الماضيه، ولكن زياد وليد يتالق في التصدي والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس. الاهلي بيقترب مشاهدينا الاعزاء من تسجيل الهدف الاول في مباراه اليوم، انما يعني يا ولد يا لعيب بقى شوف سيف ايمن بيختار اماكن متميزه جدا علشان يقدر ياخد الكرات الثانيه الحقيقه ويتالق. ادي بقى امامنا اللاعب سيف ايمن، شوف الاستلام، شوف البوزيشن بقى اللي هو واخده والتحرك وعارف مكانه فين، وتصويبه حلوه، ولكن برافو بقى يا زياد يا وليد حارس مرمى نادي فاركو، الكره الحلوه لازم نقول عليها حلوه. ادي كره تتلعب على طول وتوصل مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي يوسف عبد الحفيظ،
وترجع الكره هناك ناحيه اليمين عند زعلوك وضغط كده من لاعبي النادي الاهلي. اسلام ابو اليزيد بيطلعها لاعبي فاركو كده مش قادرين يتنفسوا، ضغط بينفذه لاعبي النادي الاهلي منذ بدايه المباراه كده على فاركو في مباراه اليوم. ادي هنا كره تصويبه ولمسه يد مخالفه لصالح فاركو. امامنا بقى اللاعب محمد رأفت لاعب النادي الاهلي. انما الجميل في بدايه المباراه ان لاعبي الاهلي بينفذوا الضغط في كل ارجاء الملعب الحقيقه. ترجع الكره الى حارس المرمى حازم جمال بيلعبها ناحيه اليمين عند عبد الله بستانجي. عبد الله بيهدى على كورته عبد الله وبيلعب الكره لمعتز محمد. معتز لعبد الله بستانجي مره ثانيه اللي بيستلم الكره ويتقدم للامام وبيلعب الكره البينيه ليوسف عبد الحفيظ. عايز يعدي يوسف انما اتقطعت منه. وادي الراجل عدى لاعب نادي فاركو وكره ملعوبه اماميه عبد الرحمن ايهاب وترجع الكره وتصويبه مره ثانيه في اتجاه الحارس حازم جمال. انما الكره تمر الى خارج الملعب ويبدو انها ركله ركنيه لنادي فاركو من ناحيه الشمال. ادي امامنا هنا بقى لاعب نادي فاركو زياد محمد اللي امام حضراتكم على الصوره ورايح فتحي محمد اللي نزل بعد ما يعني تلقى العلاج كده من الاصابه اللي المت به في بدايه المباراه. اللاعب فتحي محمد هو اللي رايح علشان ينفذ الركله الركنيه من ناحيه الشمال لصالح فاركو. مر اول ربع ساعه من بدايه واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء ولا زال التعادل السلبي بدون اهداف هنا في ملعب الاهلي بمدينه نصر. تتلعب الكره فتحي محمد عاليه ومعديه وخطيره وادي بقى اللمسه الراسيه. ادي اللمسه الراسيه هنا في اللقطه الماضيه من هاشم شعبان توصل الى حازم جمال حارس المرمى اللي بيلعب الكره بسرعه. حازم جمال بيلعب الكره الاماميه في اتجاه اللاعب سيف ايمن انما على طول مقطوعه. كلنا طبعا بنشاهد بقى وبنتابع يعني الاسيستات اللي دايما بيعملها حراس المرمى. كلنا بنشوف بيكر اليسون مع محمد صلاح مثلا في ليفربول ومحمد الشناوي مع لاعبي النادي الاهلي. ادي كره تتلعب الكره يوسف عبد الحفيظ بيلعبها ليوسف جمال ياخد يا ولد يا لعيب يا يوسف عبد الحفيظ بقى وانطلاقه حلوه ورجوله على الكره في اللقطه الماضيه وترجع مره ثانيه. ادي محمد عبد الله قتال كده على كل كره من لاعبي النادي الاهلي. حماس كبير في مباراة اليوم، معنويات عالية، أداء متميز في الجولات السابقة، صدارة لدوري الجمهورية 2005 وأداء جميل. وادي بقى إصابة للاعب نور الدين كرم لاعب نادي فاركو في مباراة اليوم. كرة رمي التماس، هدوء من كابتن سامر عبد الرحمن. ادي كرة إلى خارج الملعب، طلعت وبقت رمي التماس مرة تانية لنادي فاركو. وامامنا اللاعب نور الدين كرم اللي بيسيبها لعبد الرحمن فهمي اللي رايح على مهله تماما علشان يلعب رمية التماس. بيحاول لاعبي فاركو كده انهم يعني يبطئوا الريتم شويه في المباراه لان لاعبي الاهلي تعبوهم جدا بالضغط اللي بينفذوه عليهم. ادي كره تتلعب يوسف عبد الحفيظ ترجع الكره مره ثانيه وادي الهجمه لصالح اللاعب محمد الدسوقي. محمد بيلعبها وكره اماميه والتغطيه امامنا هنا من اللاعب طارق فوزي الى حارس المرمى حازم جمال. حازم لعبد الله، عبد الله بستانجي بيلعب الكره في وسط الملعب يوسف عبد الحفيظ اللي بيفتح الملعب هناك ليوسف جمال. بيلعب الكره الاماميه يوسف وادي زعلوك استلام من زعلوك تحرك كده الحقيقه من زعلوك على اطراف الملعب للهروب من الرقابه. ادي اللقطه وادي اللعبه اتلعبت وصلت في وسط الملعب للاعب فتحي محمد انما مقطوعه وترجع مره ثانيه للاهلي. وادي امامنا يوسف عفيفي بيسيبها لمحمد رأفت وادي تصويبه انما الى خارج الملعب ادي امامنا هنا بقى اللاعب محمد رأفت كان بيتكلم مع يوسف في اللقطه اللي فاتت وركله ركنيه للنادي الاهلي ادي اللعبه وادي يوسف حاول يلعب الكره عايز يمررها كده ناحيه اليمين عند يوسف جمال واللاعب محمد رأفت كان واخد بقى يعني خلاص هو اخذ قرار التصويب انما الفكره كانت حلوه الحقيقه من الاثنين سواء بقى ده وسواء ده. ادي كره تتلعب على طول عرضيه خطيره وبيطلع زياد وليد الى خارج الملعب طلعت وبقت ركله ركنيه مره ثانيه للنادي الاهلي. ادي امامنا زياد وليد حارس مرمى فاركو في مباراه اليوم والركله الركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال ويوسف عفيفي. اتلعبت الكره ادي يوسف بيلعبها وترجع مره ثانيه وادي الكره اللي تتلعب اماميه من يوسف عفيفي ناحيه الشمال الكره وتعود في الخلف مره ثانيه عند اللاعب طارق فوزي. طارق فوزي يتقدم الامام وبيلعب الكره ناحيه اليمين عند اللاعب يوسف جمال. يوسف بيلعب لمحمد عبد الله استلام ومحاوله ترجع ليوسف جمال مره ثانيه. يوسف جمال في وسط الملعب هدوء وتريث كده على الكره من اللاعب يوسف
وبيلعبها مره تانية لبوستانجي في وسط الملعب، الكوره والاستلام من اللاعب محمد رأفت، بيلعب التمريره الاماميه محمد، وادي الهجمه النمط قطعت وبقت هجمه لصالح نادي فاركو في مباراه اليوم. الراجل بيحاول يعدي هاشم شعبان، هاشم بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال، والمحاوله مره تانية وتصويبه انما يوسف عبد الحفيظ، وتخبط في الكره كده وتمر الى خارج الملعب، وركله ركنيه لفاركو في مباراه اليوم. التعليمات لا زالت يعني مستمره من خارج الخطوط، والركله الركنيه للنادي فاركو في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، ركله ركنيه للنادي فاركو هيلعبها اللاعب زياد محمد على مهله تماما. زياد يعني اللي يشوف زياد كده يقول لك ده متقدم. النتيجه لا زالت التعادل السلبي بدون اهداف، والركله الركنيه لنادي فاركو من ناحيه الشمال. بيلعب طبعا نادي فاركو امام النادي الاهلي في ملعبه، النادي الاهلي المتصدر، وادي الكره العرضيه، ولكن يا ولد يا لعيب يا حازم يا جمال، وكره مره ثانيه تتلعب والى خارج الملعب من هاشم شعبان، تطلع وتبقى ركله مرمى، تطلع وتبقى ركله مرمى للنادي الاهلي في مباراه اليوم. تتلعب الكره ادي امامنا اللاعب معتز، بيلعبها لعبد الله، عبد الله اخذ مساحه عبد الله ولعب ناحيه اليمين عند يوسف جمال، يوسف جمال بيلعب لعبد الله مره ثانيه، عبد الله بيلعب لمعتز، معتز ناحيه الشمال جاي له على طول هنا اللاعب طارق، انما لعبها مره ثانيه لعبد الله، وادي عبد الله بيلعب ليوسف جمال ناحيه اليمين، يوسف بيلعب التمرير الاماميه، يا ولد يا لعيب يا محمد، يا عبد الله حاول عليها انما الكره مرت الى خارج الملعب. وادي امامنا بقى الكابتن سامر عبد الرحمن يعني بيقول لهم نلعب بايجابيه افضل من كده. رمي التماس من ناحيه الشمال لصالح نادي فاركو عن طريق اللاعب نور الدين كرم، نور الدين بيلعب الكره الاماميه العاليه ترجع مره تانية للنادي الاهلي في وسط الملعب يوسف عبد الحفيظ. ادي النجم يوسف عبد الحفيظ يتقدم وماشي، يوسف يتقدم وماشي وبيلعب الكره هناك ناحيه الشمال عند سيف ايمن، سيف ايمن عامل له الاوفرلاب رائع جدا لاعب طارق فوزي، عدى سيف وماشي ولعب الكره لمحمد رأفت في وسط الملعب. محمد بيلعب الكره مره ثانيه لعبد الله بوستانجي، يتقدم لامام عبد الله وماشي وبيلعب ناحيه اليمين عند يوسف جمال، يوسف بيلعب الكره العرضيه العاليه ومعديه خطيره جدا بقى في اتجاه اللاعب سيف ايمن، ولكن الاستلام يا نجم يا كبير والكره تمر الى خارج الملعب. لعيب متحرك جدا لاعب سيف ايمن الحقيقه، عامل ماتش حلو لحد دلوقتي، لعيب جوكر ولعيب متميز، والمدير الفني سامر عبد الرحمن يعني بيوظفه في اكتر من مركز. وادي ركله المرمى للحارس زياد وليد، زياد وليد لنادي فاركو، بياخدوا وقت كبير جدا لاعبي فاركو في تنفيذ الركلات الركنيه وركلات المرمى ورميات التماس، وبيضيعوا وقت ولسه بدري جدا. ترجع الكره ناحيه اليمين عند اللاعب فتحي محمد، وادي هجمه خطره جدا، وادي هاشم شعبان بيحاول، ولكن يا ولد يا معتز، وفاول للنادي الاهلي، فاول للنادي الاهلي للاعب معتز محمد لاعب النادي الاهلي اللي امام حضراتكم، على اللاعب هاشم شعبان لاعب نادي فاركو. حازم جمال لمعتز بيلعبها لطارق فوزي، طارق يتقدم وبيلعب الكره الاماميه، طارق توصل لزعلوك في وسط الملعب، ولكن لمسه يد على زعلوك، لمسه يد على زعلوك لنادي فاركو في احداث هذا اللقاء. طبعا فرحه كبيره جدا للجماهير الاهلاويه في الفتره الاخيره، بطولة السوبر بقى والأداء الرائع والجميل مع مارسيل كولر في بطولة الدوري. وبما إن بقى إن إحنا اتكلمنا عن السوبر النهاردة، يعني ذكرى فوز الأهلي على الزمالك اللي هو 5/11/2021 بخماسية. النادي الأهلي كان حقق في مثل هذا اليوم الفوز على نادي الزمالك 5-3. ترجع الكرة، يوسف عبد الحفيظ بيلعبها ناحية الشمال، وادي الانطلاقة للاعب طارق فوزي، معتز محمد، عبد الله بوستانجي بيستلم عبد الله وبيلعب الكره في وسط الملعب ليوسف عفيفي الفنان بقى والمايسترو، ضابط ايقاع الفرقه اللاعب يوسف عفيفي الحقيقه، ولاعب هداف جميل قوي لما تكون بتتميز بالمهاره والرؤيه وكمان لاعب هداف، يعني كوكتيل رائع من المهارات والفنيات والاهداف للاعب يوسف عفيفي. ترجع الكره ناحيه الشمال، وادي الهجمه، ومعتز محمد اللي بدا يكمل، بيلعب كوره لطارق فوزي، ولكن على طول يتدخل لاعبي فاركو بيخرجوها الى خارج الملعب علشان تبقى ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. الكورنر للاهلي، الركلات الثابته واهميه استغلال الركلات الثابته مشاهدينا الاعزاء. يوسف ومحمد عبد الله، ويبدو ان في جمله كده متفقين عليها واضحه من الاشاره، تتلعب عرضيه معديه من الكل خطره مش ممكن، ولسه الهجمه لسه الخطوره ترجع لسيف ايمن وتصويبه، انما فرصه غريبه جدا دي عدت من الكل،
دي محتاجة أي لمسة، أي همسة في اللقطة الماضية كان ممكن الأهلي يتقدم بالهدف الأول، إنما يعني مباراة متميزة من جانب لاعبي النادي الأهلي أمام فاركو حتى الآن. فرص كتيرة للنادي الأهلي، صناعة الفرص مهمة جدا في مباراة اليوم. أدي الهجمة من يوسف، يوسف بيلعب لسيف، سيف ليوسف مرة تانية، يوسف عفيفي بيلعب الكرة العرضية يا ولد العيب يا يوسف داخل منطقة الجزاء، إنما ترجع الكرة ومحاولة لسيف بيلعب لزعلوك ومحمد رأفت، ومرة تانية الكرة لكن بقى بصعوبة بيخرجها دفاع فاركو إلى خارج الملعب عن طريق اللاعب اللي أمام حضراتكم محمود مصطفى. ركلة ركنية للنادي الأهلي من ناحية الشمال، بتتلعب على طول الكرة مرة تانية وتوصل خطرة جدا، وادي بقى هنا أمام اللاعب يوسف جمال والمحاولة من يوسف ولكن إلى خارج الملعب، طلعت وبقت ركلة مرمى لنادي فاركو في مباراة اليوم. يعني الأداء اللي شايفينه من لاعبي النادي الأهلي النهاردة، ادي أمامنا يوسف جمال اللي يعني بيعود بقى لمكانه مرة تانية في الباك اليمين بعد التقدم في الهجمة اللي فاتت. الأداء اللي احنا شايفينه من النادي الأهلي بينتظر بقى أن يترجم هذا الضغط لهدف. محمد زعلوك بيحاول وكرة أمامية ترجع مرة تانية في وسط الملعب للاعب معتز محمد، معتز بيلعب الكرة الحلوة وتوصل مرة تانية ناحية الشمال عند طارق فوزي، طارق بيلعبها لمعتز، معتز بيلعب التمريرة الأمامية عند زعلوك اللي متحرك جدا النهاردة زعلوك وبيحاول على الكرة إنما اتقطعت منه ورجعت مرة تانية للاعبي فاركو. كل فريق فاركو يعني بيدافع من بداية منطقة وسط الملعب. ادي يوسف عبد الحفيظ، يوسف عبد الحفيظ بيلعبها انما مقطوعة مرة تانية وترجع في اللاعب زياد محمد، زياد يتقدم وماشي زياد وبيلعب كرة بينية في اتجاه فتحي، فتحي ولكن التغطية بقى من لاعبي النادي الاهلي معتز محمد واللاعب طارق فوزي والكرة تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة مرمى. ادي امامنا اللاعب فتحي محمد، تعليمات لا زالت مستمرة، ترجع الكرة في وسط الملعب، يوسف عبد الحفيظ بيلعب الكره الاماميه ومحاوله كده على حدود منطقه الجزاء انما اتقطعت من لاعبي فاركو، ترجع لزعلوك، زعلوك بيفتح الملعب هناك ناحيه اليمين، استلام ومحاوله في هذه اللحظه من اللاعب يوسف عفيفي، يوسف بيلعبها ناحيه اليمين عند يوسف جمال، يا ولد يا يوسف، بيعدي يوسف جمال وبيلعب الكره العرضيه في اتجاه زعلوك انما مقطوعه مره ثانيه. زياد محمد لصالح نادي فاركو في مباراه اليوم، بيعدي زياد وماشي وبيلعب التمرير الأمامية في اتجاه اللاعب محمد الدسوقي ولكن التغطية المتميزة من اللاعب يوسف عبد الحفيظ وبياخد فاول، بياخد فاول يوسف عبد الحفيظ من قبل حكم اللقاء محمد نهاد. ادي امامنا بدلاء النادي الاهلي، ترجع الكرة ناحية اليمين هناك محمد عبد الله، محمد عبد الله بيسند على يوسف جمال، يوسف جمال ليوسف عبد الحفيظ، يوسف عبد الحفيظ لمحمد رأفت، رأفت بيلعب التمرير الأمامية الحلو، ادي سيف ايمن، ادي المهارة سيف، سيف بيعدي وماشي ولكن على طول اتقطعت وترجع الكرة مرة ثانية من لاعبي بتروجيت لاعبي فاركو وفاول في هذه اللقطة لصالح نادي فاركو، فاول لفاركو في مباراة اليوم. بنقترب مشاهدين الأعزاء مشاهدي شاشة قناة الأهلي من أول نصف ساعة من أحداث هذا اللقاء ولازال التعادل السلبي بدون أهداف، نلعب في الدقيقة 28. وادي إسلام أبو اليزيد بيلعب الكرة الأمامية، إسلام عالية ومعدية وترجع وتعود مرة تانية من بوستانجي اللي بيلعبها في اتجاه محمد رأفت انما ترجع الكرة في وسط الملعب عبد الرحمن إيهاب، عبد الرحمن بيلعب التمرير الأمامية اتقطعت وصلت لرأفت مرة تانية، بيلعبها يوسف عبد الحفيظ او ده يوسف عفيفي، يوسف عفيفي بيلعب ليوسف جمال، جمال لمحمد عبد الله، محمد عبد الله السلام بيعدي وماشي يبحث عن زملائه، وادي الكرة تتلعب ليوسف عفيفي بيلعبها لمحمد رأفت في وسط الملعب، رأفت يتقدم وماشي، رأفت بيهدى على كورته وبيرجع للخلف مره تانية لعبد الله بوستانجي اللي بيلعب ناحيه اليمين عند اللاعب يوسف عفيفي اللي بيتحرك، وادي التمريره الاماميه في اتجاه يوسف جمال انما الكره الى خارج الملعب، طلعت وبقت رمي التماس لصالح نادي فاركو من ناحيه الشمال، هيلعبها نور الدين كرم. ادي بقى لاعبي النادي الاهلي اللي بيجروا عمليات الاحماء كده، احمد عزت، ترجع الكرة في وسط الملعب، استلام من يوسف عفيفي، بيعدي يوسف، بيعدي يوسف، وادي تصويبة، تصويبة بقى من يوسف في اللقطة اللي فاتت، ترجع مرة تانية محمد رأفت بيلعب كرة خطرة جدا، وادي طارق، وهنشوف بقى حكم اللقاء، هنشوف حكم اللقاء اللي ما اداش حاجة في اللقطة اللي فاتت دي، ويعني كان تدخل قوي من لاعب نادي فاركو وكان ممكن يبقى فيه ركلة حرة للنادي الأهلي من مكان خطر، إنما حكم اللقاء محمد نهاد ما اداش حاجة. ترجع الكرة المعتز بيفتح الملعب ناحية الشمال عند محمد رأفت،
محمد رأفت، محمد بيلعب التمرير الاماميه الحلوه، وادي التحرك بقى من يوسف عفيفي، ترجع لمحمد رأفت بيلعب الكره في اتجاه سيف ايمن، ترجع مره تانية رأفت، وحلوه حلوه حلوه من محمد رأفت، ولكن زياد وليد في هذه اللقطه يتصدى للتصويبه القويه من اللاعب محمد رأفت لامام حضراتكم. زياد وليد حارس مرمى نادي فاركو في مباراه اليوم بيلعب الكره الاماميه زياد عاليه والى خارج الملعب، طلعت وبقت رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. طارق فوزي بيلعب كره في اتجاه زعلوك، بيحاول عليها زعلوك، وادي الانطلاقه والاستلام امامنا من يوسف عفيفي، بيلعبها لرأفت اللي بيلعب لعبد الله بستانجي، بيلعب التمرير الاماميه واحده والثانيه جميله كده من اللاعب يوسف جمال، وادي بقى الكره والتصويبه وتخبط والى خارج الملعب. سلاح التصويب النهارده احد الاسلحه المهمه جدا اللي بيعتمد عليها لاعبي النادي الاهلي بتعليمات من المدير الفني سامر عبد الرحمن ويوسف عفيفي. والتصويبه الماضيه اصطدمت كده بلاعب نادي فاركو اللي وقع على ارض الملعب، نتمنى له السلامه. تصويبه كانت قويه من اللاعب يوسف عفيفي اللي بيسعى لاحراز وتسجيل الهدف الخامس. ادي بقى الهدف الخامس ليه على المستوى الشخصي يعني. ادي اللقطه واللاعب طارق فوزي وحكم اللقاء اللي ما اداش فيها حاجه، على الرغم من انه كان في عرقله واشتراك كده من لاعب نادي فاركو في اللقطه الماضيه، وكان هيكون فاول من مكان خطر جدا للاهلي وفرصه للتهديف. نركز بقى يا عم محمد نهاد، ادي الركله الركنيه للاهلي من ناحيه اليمين بتتلعب على طول عرضيه عاليه داخل المنطقه، وادي بقى معتز محمد يا ولد يا معتز مره ثانيه، سيف ايمن، ولسه الهجمه لسه الهجمه لسه الخطوره مستمره من لاعبي النادي الاهلي اللي بيضيعوا كم كبير جدا من الفرص نتيجه للضغط الكبير اللي بيعملوه النهارده، وتالق ايضا من زياد وليد حارس مرمى نادي فاركو في مباراه اليوم. ادي الانطلاقه طارق فوزي، عدى طارق واحد والتاني وحكم اللقاء برده ما اداش حاجه، وترجع الكوره للاعب محمد الدسوقي اللي بيلعبها هنا ناحيه اليمين، استلام وانطلاقه امامنا من اللاعب عبد الرحمن ايهاب بيحاول يعدي، وادي الهجمه لنادي فاركو عن طريق الدسوقي اللي تقدم الامام، ولكن يا ولد يا معتز بيقطع، وترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب لابراهيم عماد بيحاول يعدي، ياخدها منه يوسف عبد الحفيظ، برافو يا يوسف، وحكم اللقاء بيوقف اللعب كده. هل في لاعب مصاب ولا ايه؟ بالفعل في لاعب مصاب من نادي فاركو، نتمنى له السلامه نتمنى له السلامه. ادي اللقطه وادي الهجمه الخطر جدا من الركله الركنيه اللي اتلعبت عرضيه في الكره الماضيه، وادي اللمسه بقى من معتز محمد، دايما بيلعبها كده بشكل متميز لاعبي الاهلي، رجعت الكره لسيف اللي لعبها عرضيه وصلت في ايدين حارس المرمى زياد وليد اللي حاول عليها، ومعتز محمد بقى في اللقطه الماضيه وكان معاه اللاعب عبد الله بستانجي كانوا بيحاولوا ان هم يلعبوا الكره الثانيه اللي ارتدت من الدفاع واصيب في اللعبه اللي فاتت دي اللاعب لنادي فاركو اللي وقع على ارض الملعب، نتمنى له السلامه ان شاء الله يكون سليم ويقوم ويكمل المباراه مع فرقته. اداء رائع جدا من لاعبي النادي الاهلي حتى الان في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، عاملين ضغط كويس جدا، وصلوا اكتر من مره، حاولوا كتير ان هم طبعا يسجلوا، ادي التعليمات على طول من سامر عبد الرحمن للاعبين، هم عاملين ماتش حلو وبيتحركوا كويس جدا، ولكن يتبقى بقى الحقيقه انهم يعني يقدروا يسجلوا علشان يترجموا الخطوره. طبعا مشاهدين الاعزاء مباريات اليوم اللي بتقام في الجوله السابعه، الاهلي وفاركو دي المباراه اللي معانا، البنك الاهلي وسيراميكا، المقاولون وانبي، الزمالك وبتروجيت، فيوتشر وبيراميدز، سموحه والمصري، واف سي مصر مع الاتحاد، دجله والاسماعيلي، والجيش مع المحل. ترجع الكره هناك ناحيه اليمين، وادي الاستلام امامنا من محمد عبد الله، وادي التصويبه من محمد، والى خارج الملعب ركله ركنيه للاهلي. ضغط كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم حتى الان، يتبقى بقى انهم يسجلوا. هنشوف، لازلنا في انتظار الهدف الاول. ادي الركله الركنيه من ناحيه الشمال، انما خلي بالك الضغط اللي بيبقى مستمر ده بالتاكيد هيؤدي في النهايه الى اهداف. تتلعب الكره مره ثانيه وتوصل على حدود منطقه الجزاء، سيف ايمن، سيف وتصويبه بالقدم اليمنى من سيف، وترجع الى حارس المرمى زياد وليد. زياد وليد على مهله تماما، ادي سيف ايمن، لعيب متميز سيف، بيتحرك بشكل كويس جدا، ولكن الكره دايما بتجيله على رجله اليمين وهو بيلعب بالقدم اليسرى. ادي امامنا هنا بقى اللاعب زياد وليد، زياد بيلعبها لاسلام ابو اليزيد، اسلام والضغط اللي بينفذه لاعبي الاهلي بشكل متميز، محمد رأفت بياخد الكره من سيف، ترجع لزعلوك، وادي كره محمد رأفت، وتصويبه تصويبه من رأفت
في ايدين زياد وليد حارس المرمى. ده احنا قلنا زياد وليد في الدقيقة اكتر من ياجي 4-5 مرات حارس مرمى نادي فاركو في مباراة اليوم، نتيجة للضغط الكبير اللي بيشكله لاعبي النادي الاهلي حتى الان على الفريق. الحقيقة تتلعب الكرة امامية وتوصل مرة تانية في وسط الملعب للاعب ابراهيم عماد اللي بيلعبها، ومحاولة مرة اخرى، وادي الانطلاقة الامامية والمحاولة، ولكن بقى برافو هنا اللاعب طارق فوزي مغطي بشكل متميز جدا قبل اللاعب فتحي محمد لاعب نادي فاركو اللي متحرك الحقيقة على الجانب الايمن من ملعب المباراة. ولكن النهاردة عبد الله بستنجي ومعتز محمد ويوسف جمال وطارق فوزي مصحصحين جدا وقادرين ان هم يمنعوا خطورة فريق فاركو اللي بيعتمد على الكرات الطولية. عندهم اللاعب هاشم شعبان وفتحي محمد متحركين جدا. ركلة ركنية لفاركو من ناحية اليمين في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء. فاركو الركلة الركنية من الجانب الايمن من ملعب المباراة بتتلعب على طول عرضية داخل منطقة الجزاء وطالع. يا ولد يا ولد يا حازم يا جمال، حازم جمال بيمسك كرته حازم وعلى طول بيلعب الكرة السريعة هناك ناحية اليمين عند اللاعب سيف ايمن، انما الكرة رمي التماس الاهلي يوسف جمال، يوسف عفيفي الهداف اهو، يوسف بيلعب الكرة هناك ناحية اليمين محمد عبد الله. محمد عبد الله يا ولد يا لعيب على المهاره، يا ولد يا لعيب على المهاره، ولعب الكره العرضيه وادي الكره بقى مره تانية. انما اللقطه اللي فاتت دي بتفكركم بايه؟ مباراه السوبر بقى واللقطه بتاع طاهر محمد طاهر، الراجل لسه بيتعالج من ظهره لحد دلوقتي. ادي بقى الكره الى خارج الملعب وركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، مهاره كبيره طبعا من النجم طاهر محمد طاهر، واداء متميز من النادي الاهلي مع مارسيل كولر. والركلة الركنية من ناحية الشمال بتتلعب على طول عرضية عالية داخل منطقة واللمسة، وادي اللمسة بقى عبد الله بستانجي، ولكن الكرة إلى خارج الملعب. ادي على طول يبدو انه في إصابة، اصطدام رأسي كده في اللقطة اللي فاتت دي. سلامات سلامات هنا عبد الله بستانجي وأيضا لاعب نادي فاركو. على طول حكم اللقاء كابتن محمد نهاد بيستدعي رجال العلاج، على طول بينزلوا بسرعة لإسعاف اللاعبين في أرض الملعب. ماتش حلو لحد دلوقتي من النادي الاهلي، عاملين اداء متميز جدا في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. وادي اللقطه، ادي يوسف عفيفي للكره العرضيه، لقطات طبعا لكرات كانت خطر للنادي الاهلي بيستعرضها طبعا مخرج المباراه النهارده قناه النادي الاهلي، واداء رائع. بنشكر طبعا كل الناس اللي متابعه لقناه النادي الاهلي واللي بيتكلموا على الريزوليوشن الرائع جدا للصوره و المباريات الودية للنادي الأهلي، مباراة أسوان ومباراة بتروجيت ومباراة طلائع الجيش، اللي طبعا مارسيل كولر كان إدى تعليمات كده بعدم إذاعة هذه المباريات ما قبل مواجهة الاتحاد المنستيري اللي تفوق فيها النادي الأهلي. أدي أمامنا اللقطة والإصابة للاعب عبد الله بستانجي، مجهود كبير جدا بيبذل من القائمين على العمل في قناة الأهلي من أجل يعني إظهار المباريات بهذا الشكل المشرف والجميل جدا في النقل التلفزيوني الحقيقة، علشان خاطر عيون جماهير النادي الاهلي المحبه والعاشقه لهذا الكيان. الكل في النادي الاهلي يعني الاهلي هو النجم، انكار للذات من الجميع. ادي بقى امامنا اللقطه يوسف عفيفي، شوف يوسف بيعدي وماشي وبيلعب كره جميله للاعب محمد عبد الله. شوف محمد عبد الله، شوف محمد عبد الله يا ولد يا محمد والراجل ادي لقطه السوبر بقى، وادي بقى الكره العرضيه الحلوه من اللاعب محمد عبد الله. الراجل ده يبدو يعني انه امين قريب امام عاشور كده. ادي كره الى خارج الملعب، مخرجنا طبعا استاذ محمد الدكروري والاعاده في اللقطه اللي فاتت. وادي ركله المرمى، زياد وليد بيلعب الكره الاماميه العاليه، ترجع بلمسه راسيه كده من يوسف عبد الحفيظ توصل ناحيه اليمين عند يوسف عفيفي. يوسف بيلعب كره بينيه حلوه واستلام بشكل جيد من اللاعب زعلوك، وادي كره في وسط الملعب اتلعبت للاعب طارق فوزي وترجع لزعلوك مره ثانيه بيحاول عليها زعلوك، وادي الكره الاماميه وتوصل ناحيه معتز محمد او ده هنا اللاعب طارق فوزي. يا ولد يا طارق، شوف بقى طارق عمل ايه، لعيب متميز جدا طارق، وبيلعب الكره لسيد ليوسف عبد الحفيظ. يوسف بيلعب الكره ناحيه اليمين عند يوسف جمال، يوسف يتقدم للامام وماشي وبيلعب الكره هناك ناحيه اليمين للاعب المتالق جدا محمد عبد الله في مباراه اليوم. محمد بيعدي وماشي، محمد لسه الكره مع محمد وبيلعبها ليوسف، يوسف لمحمد مره ثانيه
وادي الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، واللمسة الرأسية الخطيرة دي سيف أيمن، ولسه الخطورة مستمرة، لسه الخطورة مستمرة، ترجع لمحمد رأفت بيعدل الكرة على طول للهداف يوسف عفيفي، كله بيدور على يوسف عنده الحلول، وادي تصويبة وترجع ليوسف عفيفي مرة تانية، تصويبة كانت من يوسف جمال هناك ناحية اليمين عند محمد عبد الله، بيستلم وبيحاول وبيلعب الكرة العرضية ليوسف، ترجع له مرة تانية الهجمة، وادي الكرة الحلوة للاعب طارق فوزي، طارق بيلعب الكرة ناحية الشمال عند محمد رأفت، حصار اهلاوي لفاركو على حدود منطقة الجزاء، وادي المحاولة محمد عبد الله، وادي يوسف او ادي محمد رأفت بيلعب ليوسف عبد الحفيظ، والتصويبة من يوسف حلوة، حلوة الفكرة، حلوة الفكرة، وشفنا السلاح التصويب اللي اتكرر اكتر من مرة، اللقطة اللي فاتت دي اتكررت اكتر من مرة، ادي يوسف عبد الحفيظ وتصويبة كده يعني زاحفة بجوار القائم الايمن الى خارج الملعب، ادي امامنا اللقطة، وادي امامنا بقى اللاعب يوسف عبد الحفيظ اللي استلم وصوب في الكرة الماضية واللقطة الماضية، والكرة تمر كده تتهادى بجوار القائم الايسر لمرمى الحارس زياد وليد حارس مرمى نادي فاركو في مباراة اليوم. ركلة مرمى لفاركو، شايف انا اللاعب عبد الله بستانجي كده يبدو ان هو لا زال يعاني من يعني الاصابه ولا حاجه، اهو بيتلقى العلاج مع الدكتور احمد جبله طبيب الفريق. ترجع الكره في وسط الملعب محمد رأفت، محمد رأفت بيفتح الملعب هناك ناحيه اليمين عند اللاعب يوسف جمال، يوسف جمال لسه الكره مع يوسف، يوسف جمال بيلعب الكره البينيه الحلوه عند هنا امامنا سيف ايمن اللي بدا يتحرك واخد حريه وراح كده ناحية اليمين، ادي على طول بيعدي وماشي، بيعدي وماشي وبيلعب الكرة العرضية الخطيرة جدا، وترجع مرة تانية الكرة ناحية اليمين يوسف، وادي الكرة العرضية من يوسف جمال عالية ومحاولة، وادي بقى هنا الانطلاقة محمد عبد الله داخل منطقة خطرة جدا، ومش ممكن مش ممكن، محمد رأفت وتألق لا يزال مستمر لزياد وليد حارس مرمى نادي فاركو في مباراة اليوم. شوف الاهلي بيعملوا ايه، دول بيلعبوا يعني خماسي داخل منطقة جزاء فاركو في اللقطة الماضية دي، سيطرة واستحواذ والأهلي ماشي المباراة زي ما هو عايز، ولكن يتبقى أنه عنصر التوفيق بقى يكون ملازم لهؤلاء النجوم في مباراة اليوم علشان يقدروا يسجلوا. كرة إلى خارج الملعب، رمي التماس من ناحية الشمال لصالح النادي الأهلي، أدي أمامنا يوسف جمال والكرة العرضية اللي اتلعبت بشكل متميز جدا، شوف عدت، ودايما اللاعب اللي بيتواجد في المنطقة دي يعني بيستلم الكرة، أدي محمد عبد الله، واضح أن كابتن سامر عبد الرحمن دارس جدا فريق فاركو، وأدي بقى التصويبة من اللاعب محمد رأفت، ولكن حارس المرمى زياد وليد يتألق في مباراة اليوم أمام بقى الهجوم الكبير للاعبي النادي الأهلي في أحداث هذا اللقاء. معتز محمد بيلعب الكرة هنا ناحية الشمال عند طارق فوزي، طارق بيلعب الكرة البينية الأمامية لمحمد رأفت لمحمد عبد الله اللي جه ناحية الشمال، وسيف أيمن راح ناحية اليمين، وادي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء في اتجاه سيف، وترجع الكرة مرة تانية يوسف، وادي العرضية من يوسف، كرات عرضية خطرة جدا للأهلي، وادي امامنا اللاعب طارق فوزي، استلام من طارق، يا ولد العيب يا طارق، طارق بيسند على طول على محمد عبد الله اللي بيلعب الكره العرضيه، محمد عبد الله مره تانية، وكره خطره داخل منطقه الجزاء، وحكم اللقاء محمد نهاد ما اداش حاجه. ترجع مره تانية يوسف جمال، مش ممكن الضغط اللي عامله لاعبي الاهلي، ماسكين كره ومشكلين خطوره كبيره جدا، ولكن عنصر التوفيق لا زال غائب حتى الان، والنجاح لكل مجتهد، اكيد لاعبي الاهلي على الاجتهاد بتاعهم ده اكيد ربنا هيجازيهم. وادي بقى الكره الى خارج الملعب، وفي لاعب من النادي الاهلي مصاب، نتمنى له السلامه، هل بقى ده معتز محمد ولا مين؟ ادي اللقطه، ادي محمد عبد الله، وادي الكره العرضيه، ادي الكره العرضيه من محمد عبد الله، وادي الكره والتدخل في اللقطه الماضيه، اللاعب عبد الله بستانجي هو اللي واقع على ارض الملعب وكان معاه زميله يوسف عفيفي، الاثنين طبعا حماس كبير جدا وعايزين ان هم يلعبوا الكره في الشباك ويسجلوا الهدف الاول. ادي امامنا اللاعب محمد زعلوك، اللاعب القادم من وادي دجله، اضافه كبيره جدا طبعا لخط الهجوم للنادي الاهلي. يوسف عفيفي نتمنى له السلامه، لعيب ممتاز ولعيب رائع جدا، يمتلك حلول ولعيب هداف، يعني من اللاعبين المميزين جدا ان شاء الله يكون لهم مستقبل باهر مع النادي الاهلي. ترجع الكره مره ثانيه محمد زعلوك، استلام من محمد، وادي الاستلام في وسط الملعب لمحمد رأفت، رأفت بيلعب الكرة في وسط الملعب مرة تانية لطارق فوزي، طارق لرأفت لمحمد عبد الله، وادي طارق مرة تانية، والفاول للنادي الأهلي، الفاول للنادي الأهلي من مكان متميز بقى المرة دي. ادي الفاول للنادي الأهلي للاعب طارق فوزي. ركلة حرة لصالح النادي الأهلي في أحداث هذا اللقاء، وحكم اللقاء محمد نهاد بيقول لهم كده اللاعب على الصفارة.
وركلة حرة للنادي الأهلي. هل بقى يأتي الفرج من الركلات الثابتة؟ هنشوف. ادي امامنا زعلوك وامامنا يوسف عبد الحفيظ وايضا عبد الله بستانجي ومعتز محمد، الكثير والكثير من رواد الفضاء داخل منطقة جزاء نادي فاركو في مباراة اليوم وركلة حرة للنادي الأهلي. تتلعب الكرة، محمد رأفت بيلعب الكرة العرضية على حدود المنطقة ولكن بيطلع دفاع نادي فاركو، ترجع لرأفت مرة تانية، وادي الهجمة اللي اتلعبت من اللاعب ابراهيم عماد، هجمة مرتدة وهاشم شعبان بيلعب كرة بينية ناحية اليمين عند اللاعب فتحي محمد، وعرضية خطيرة ولكن يا ولد قلب الأسد بقى عبد الله بستانجي بيغطي في اللقطة اللي فاتت دي وبيحول الكرة إلى خارج الملعب ورمي التماس. ادي امامنا اللاعب ابراهيم عماد لاعب نادي فاركو في مباراة اليوم، انما ماتش حلو ولاعيبي فاركو الحقيقه بيستغلوا الكرات المرتده السريعه وبيلعبوا الكره عن طريق اللاعب فتحي محمد. ادي امامنا النجم بقى يوسف عفيفي الهداف اللي عنده 4 اهداف قبل بدايه احداث هذا اللقاء، واللي كان سجل هدف في مباراه انبي الماضيه اللي حقق فيها الاهلي الانتصار 2-1 وحافظ على صداره دوري الجمهوريه. رمي التماس من ناحيه اليمين محمود مصطفى، هيلعب رمي التماس محمود بيلعبها في اتجاه اللاعب فتحي محمد الذي لم يحسن التقدير في اللقطه الماضيه، خبطت في الكره كده وطلعت وبقت ركله مرمى. يلا يا رجاله بنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الاول، تعادل سلبي وسيل من الهجمات الحقيقه للنادي الاهلي. اتلعبت الكره مره ثانيه توصل لمعتز محمد، معتز محمد لاعب الاهلي بقى يقول لك نحاول ان احنا نسجل قبل نهاية أحداث الشوط الأول، اللي لو كان عنصر التوفيق متواجد مع لعيب الأهلي كان ممكن الأهلي يتقدم بأكتر من هدف. الحقيقة الصورة أمام حضراتكم، يعني لو عملنا ملخص لهجمات الأهلي النهاردة ممكن ناخد وقت الشوط الأول كله. ركلة حرة من ناحية اليمين لصالح النادي الأهلي واللاعب محمد عبد الله، طارق فوزي على التنفيذ وركلة حرة للنادي الأهلي. دقيقتين وقت محتسب بدلا من الضائع لأحداث الشوط الأول، بنلعب في الدقيقة الثانية. دي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، اللعبة اللي دايما بيلعبها لاعبي النادي الأهلي في اتجاه اللاعب محمد رأفت، ولكن دفاع فاركو عبد الرحمن فهمي بيخرجوها إلى خارج الملعب ورمي التماس. مرة ثانية الهجمة، طارق فوزي، طارق بيحاول يعدي، طارق عايز يعدي بقى ويلعب الكره العرضيه، عدى حلو قوي لعب الكره العرضيه ومعديها مره ثانيه زعلوك داخل منطقه وعدى زعلوك والمحاوله والتصويب ولكن الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى لفاركو في مباراه اليوم. كره حلوه من اللاعب محمد زعلوك، استلم ولف ودار وحاول يسدد بالقدم اليسرى ولكن الكره لا زالت حتى الان تعاند لاعبي الاهلي والكره الى خارج الملعب وركله مرمى لصالح نادي فاركو وزياد وليد حارس المرمى. زياد وليد بيلعب الكرة الأمامية زياد عالية وترجع مرة تانية من محمد رأفت لزعلوك، زعلوك بيفتح الملعب ناحية اليمين وادي الكرة الأمامية الملعوبة للنادي الأهلي، محمد عبد الله بيحاول وادي زعلوك مرة تانية بيضغط الضغط اللي بيعمله لاعبي الأهلي، ولكن في هذه اللحظات محمد نهاد ينهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي وفاركو. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي شاشة قناة النادي الأهلي، تقبلوا تحياتي تامر عبد السلام وإلى أن نلتقي وأحداث الشوط الثاني، إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تانية مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي شاشة قناة الأهلي، أهلا وسهلا بحضراتكم وأحداث الشوط الثاني من مباراة دوري الجمهورية 2005 بين الأهلي وفاركو هنا بملاعب الأهلي بمدينة نصر. نتيجة أحداث الشوط الأول هي التعادل السلبي بدون أهداف. في شوط أول تألق فيه لاعبي الأهلي ويعني وصلوا أكتر من مرة لمرمى الحارس زياد وليد اللي تألق في الزود عن مرماه مع ملازمة عدم التوفيق للاعبي النادي الأهلي في إنهاء الهجمات. هنشوف بقى في الشوط الثاني، أكيد كان في كلام كتير جدا من كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني للنادي الأهلي مع اللاعبين من أجل يعني الحقيقة ترجمة كل هذه الفرص إلى أهداف. طاقم التحكيم اللي كان أمام حضراتكم محمد نهاد، خالد حسام طه، ومصطفى صلاح. نتمنى طبعا الشفاء للكابتن أسامة حسني اللي يعني ألمت به وعكة صحية كده، نتمنى له كل السلامة وما كانش موجود النهاردة
علشان الاستوديو التحليلي لهذا اللقاء. ألف سلام عليك يا كابتن أسامة، من اللعيبة الكبار جدا السابقين للنادي الأهلي ولعيب هداف، وطبعا من الإعلاميين الكبار. لحظات بإذن الله ونبدأ مع حضراتكم أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. مشاهدينا في كل مكان، متابعينا الأوفياء، متابعي شاشة قناة الأهلي، ودي أمامنا سامر عبد الرحمن المدير الفني للأهلي 2005، متصدر جدول الترتيب لدوري الجمهورية برصيد 14 نقطة حققهم من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين. حقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي 3-1، تعادل مع الاتحاد السكندري 1-1، ثم عاد وحقق الفوز على المصري 3-1، وبعدها تعادل مع بيراميدز سلبيا، ثم فاز على بتروجيت في مباراة رائعة جدا ومباراة الريمونتادا اللي حقق فيها الأهلي الفوز 4-3، وأخيرا طبعا حقق الأهلي الفوز على إنبي 2-1. أدي طبعا نجومنا لاعبي النادي الأهلي اللي بيستعدوا لضربة بداية أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء بعد يعني فترة الاستراحة اللي أكيد كان فيها كلام كتير جدا من الكابتن سامر عبد الرحمن هو وجهازه الفني، كابتن محمود صادق، ومحمد فتوح مدربا لحراس المرمى، عماد عبد الهادي إداري الفريق، أحمد جبالله طبيب الفريق، محمد نحلة للأحمال، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك. لحظات بإذن الله ونبدأ مع حضراتكم أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء اللي زي ما قلنا الأهلي يعني تألق فيه بشكل كبير على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، ولكن كان ينقص أن يسجل لاعب الأهلي ليترجموا سيطرتهم على ما كان في الشوط الأول. طبعا كلنا بنتابع أخبار أيضا الفريق الأول للنادي الأهلي اللي الجهاز الفني ليه بقيادة مارسيل كولر كان قرر منح جميع اللاعبين راحة سلبية كده من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام خلال فترة توقف الدوري، والفريق هيبدأ راحة سلبية في الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر. وهناك أخبار عن أن الأهلي ممكن يلعب مباراة ودية يوم الاثنين المقبل ولسه ما تحددش طرفها حتى الآن. أدي أمامنا لاعبي النادي الأهلي ويعني قراءة الفاتحة، وأيضا كلام لحماسي كده من نجوم ولاعبي النادي الأهلي لبعضهم البعض، علشان بقى يعني النهاردة المباراة مهمة جدا أمام نادي فاركو، والثلاث نقاط هامة جدا جدا طبعا للوصول إلى والمحافظة على الصدارة. هم خلاص وصلوا للصدارة ويسعوا للحفاظ عليها. كل التوفيق للاعبي النادي الأهلي في مباراة اليوم. طبعا نتائج الجولة الماضية مشاهدينا الأعزاء، الأهلي حقق الفوز على إنبي 2-1، وفاركو فاز على سيراميكا بهدف مقابل لا شيء، وبتروجيت والمقاولون انتهت بالتعادل الإيجابي. أدي تبديل للنادي الأهلي، نازل اللاعب رقم 26 من النادي الأهلي في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. تبديلات كده من الكابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني للنادي الأهلي من أجل إضافة يعني نشاط على المستوى الهجومي للفريق في مباراة اليوم. اللاعب هو أسامة أحمد. اتلعبت الكرة مرة تانية لصالح فاركو وبداية المباراة، وتعود الكرة إلى حارس المرمى. آدي حارس المرمى حازم جمال. يلا هاشم. اتلعبت الكرة ناحية الشمال، وادي الهجمة في اتجاه يوسف بيلعب كرة أمامية توصل لزعلوك اللي بيستلم كرته، زعلوك بيعيدها في الخلف، وادي الانطلاقة للاعب طارق فوزي، واتقطعت الكرة وبقت هجمة لصالح فاركو من ناحية اليمين. ادي فاركو يتقدم للأمام وكرة ملعوبة في اتجاه اللاعب محمد الدسوقي، ترجع في وسط الملعب لزياد محمد، ولكن ضغط من لاعبي النادي الأهلي في مباراة اليوم، وتعود الكرة مرة تانية في الخلف للنادي الأهلي في أحداث هذا اللقاء. ادي يوسف أو أسامة أحمد. أسامة يتقدم للأمام وبيلعب كرة بينية حلوة وفي اتجاه اللاعب محمد عبد الله. اتلعبت الكرة مرة تانية لأسامة، واحدة والتانية كده ملعوبة الكرة وتعود ناحية اليمين ولسه الهجمة، وأسامة بيحاول عليها والكرة طلعت وبقت رمية تماس للنادي الأهلي. هل بقى اللي خرج يوسف جمال؟ هنشوف مع حضراتكم.
ورمي التماس للنادي الاهلي. لا يوسف موجود، اتلعب الكره مره تانية وادي محمد عبد الله، وبيسدد بيسدد محمد عبد الله، وحارس المرمى زياد وليد لا زال يتالق حتى الان، والكره تمر الى خارج الملعب وركله ركنيه من ناحيه الشمال. ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، ادي امامنا اللاعب محمد عبد الله والتصويبه بالقدم اليسرى وحلوه الحقيقه، ولكن زياد وليد حتى الان لا زال يتالق وبيخرج الكره علشان تبقى ركله ركنيه للنادي الاهلي. وادي يوسف جمال، يوسف بيلعبها مره ثانيه ناحيه الشمال عند اللاعب محمد عبد الله اللي بيلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء، وادي الاستلام من رأفت بيلعبها في اتجاه اسامه احمد، ولكن تعود الكره في الخلف مره ثانيه هناك عند اللاعب معتز، او ده هنا طارق فوزي، طارق بيلعب الكره لحازم جمال حارس المرمى، حازم جمال بيفتح الملعب ناحيه الشمال عند بوستانجي اللي بيلعب الكره الاماميه، ادي الاستلام من معتز، معتز محمد، هجمات للنادي الاهلي، يوسف عبد الحفيظ، يوسف بيلعب الكره لعبد الله بوستانجي، عبد الله بيلعبها لطارق فوزي في وسط الملعب، يوسف عبد الحفيظ مره ثانيه، يوسف بيلعب الكره ناحيه اليمين، وادي المحاوله في هذه اللحظات للنادي الاهلي في مباراه اليوم، اتلعبت الكره مره ثانيه ولكن تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس للاعب طارق فوزي، رمي التماس للاهلي هيلعبها اسامه، تتلعب على طول اماميه من يوسف، وادي الهجمه وترجع ليوسف مره ثانيه، يوسف بيلعب الكره في الخلف لعبد الله بوستانجي اللي بيلعب لمعتز محمد ناحيه الشمال، معتز محمد، هنشوف بقى التعليمات من الكابتن سامر عبد الرحمن للاعبيه ما بين شوطي هذا اللقاء، اللي ممكن يحصل، ادي امامنا تعليمات مستمره كابتن سامر عبد الرحمن اللي اكيد كلم اللعيبه كتير جدا على اضاعه الفرص في الشوط الاول، هم بيوصلوا بشكل متميز جدا، وادي كره حلوه اتلعبت حلوه لاسامه داخل منطقه، واسامه بيحاول يعدي من ناحيه اليمين خطره جدا للنادي الاهلي، وادي الكره العرضيه بقى يوسف جمال، عرضيه عاليه معديه واصله هناك ناحيه الشمال، وادي الاستلام والمرور هنا من اللاعب سيف ايمن بيلعبها لطارق فوزي اللي بيلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء، ولسه الهجمه وترجع لمحمد عبد الله مره ثانيه وتصويبه، وتعود الكره ليوسف عبد الحفيظ، يوسف بيلعبها ناحيه الشمال، ادي الهجمه للنادي الاهلي تتلعب واحده والثانيه محمد رأفت وكان مع اللاعب طارق فوزي، انما الكره تمر او لسه والله في الملعب، اهي رجعت الكره للاعب معتز محمد، معتز بيلعب الكره لعبد الله بوستانجي، عبد الله استلام من اللاعب عبد الله بوستانجي بيلعب الكره الاماميه وتوصل في وسط الملعب كده، والمحاوله في هذه اللقطه للاعب اسامه احمد اللي بياخد فاول للنادي، لا والله ده الحكم اداها لفريق فاركو، ادى الفاول لفاركو كابتن محمد نهاد حكم هذا اللقاء بيعاونه خالد حسام طه ومصطفى صلاح، ترجع الكره في وسط الملعب للنادي الاهلي، ادي يوسف عبد الحفيظ، يوسف بيلعب الكره ناحيه الشمال عند محمد رأفت بيلعب كره بينيه حلوه قوي، ادي سيف ايمن اهو، ادي سيف ايمن بيحاول يعدي سيف، سيف ايمن لسه الكره مع سيف ايمن، سيف ايمن لسه الكره مع سيف، بيهدى على كورته تماما وبيلعبها ناحيه الشمال عند اللاعب طارق فوزي، وادي الهجمه وتوصل في وسط الملعب مره ثانيه للاعب زياد محمد اللي بيلعب كره بينيه لفاركو، ادي عبد الرحمن ايهاب يتقدم وكره بينيه خطره جدا في اتجاه محمد الدسوقي، محمد الدسوقي داخل منطقه وعدى وخطر ولسه الهجمه وترجع الكره مره ثانيه بقى من عبد الله بوستانجي، وحكم اللقاء في هذه اللقطه هنشوف هيدي انذار للاعب محمد الدسوقي لاعب نادي فاركو لادعاء التمثيل داخل منطقه الجزاء، ادي امامنا حكم اللقاء كابتن محمد نهاد، وادي الراجل واقع على ارض الملعب ورايح له بسرعه حازم جمال علشان يعني يقومه، وحكم اللقاء بيقول له ابعد انت، وادي الانذار امامنا للاعب محمد الدسوقي، ادي الانذار للاعب محمد الدسوقي في اللقطه اللي فاتت، لاعبي الاهلي طبعا مستعجلين عايزين يلعبوا بسرعه لانهم بيبحثوا عن الفوز عكس فريق فاركو اللي بيحاول يضيع وقت منذ بدايه احداث الشوط الاول، ادي كره ملعوبه اماميه طارق فوزي بيلعب الكره في اتجاه اللاعب محمد رأفت، وادي الهجمه تتلعب هنا ناحيه اليمين والمحاوله في هذه اللحظات للنادي الاهلي، استلام بشكل جيد من اللاعب محمد عبد الله متحرك، محمد بيعدي وماشي محمد وبيلعب الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء، زعلوك بيلبس وترجع كره في اتجاه اللاعب يوسف جمال والمحاوله في هذه اللحظات، انما الهجمه في اتجاه اللاعب هاشم شعبان انما تمر الى خارج الملعب ورمي التماس للنادي الاهلي، عبد الله بوستانجي بيلعب لمعتز محمد، معتز بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال عند اللاعب طارق فوزي، طارق بيلعب كره بينيه حلوه عند اللاعب سيف ايمن، يا ولد على التمويه يا سيف، عدى وماشي سيف من ناحيه الشمال، ولكن تدخل بقى هنا من اللاعب محمود مصطفى بيقطعها محمود وبيلعبها لفتحي محمد، فتحي بيحاول يعدي ولكن بتاتي المسانده على طول من اللاعب محمد رأفت، انما اتقطعت الكره ووصلت لزياد محمد، هجمه لنادي فاركو في وسط الملعب، زياد عايز يعدي
اتقطعت منه، وصلت مره تانية من اللاعب سيف بيلعبها لمحمد عبد الله، انطلاقه من محمد وبيلعب الكره البينيه الحلوه ناحيه الشمال هناك عند محمد رأفت. رأفت بيستلم وبيلعب الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء، وادي بقى هنا اسامه، هنشوف هيعمل ايه اسامه، وبيلعب الكره اسامه ليوسف جمال اللي بيلعب الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء، خطيره مش ممكن وممكن، يلا بقى يا زعلوكو الهدف الاول، ادي الهدف الاول اهو، ناس تدخل قلبك من غير اي استئذان، ناس حريفه بتلعب وتجيب اجوان يا ولد يا زعلوك، بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم، وبيكمل على الكره داخل الشباك علشان يتقدم النادي الاهلي. ايوه كده يا رجاله، قدروا بقى اخيرا لاعبي الاهلي انهم يترجموا سيطرتهم على مباراه اليوم، وادي بقى ارقص يا عمنا، ارقص يا عمنا، هدف جميل جدا لمحمد زعلوك سجل به الهدف الاول في مباراه اليوم. ادي اللقطه، ادي يوسف جمال بيلعب الكره العرضيه الحلوه الحقيقه، وترجع لمعتز او ده محمد رأفت، اللعبه دي اتكررت اكتر من مره، وادي زعلوك بقى والى داخل الشباك، الى داخل الشباك، الكره تغرد في الشباك، ويتقدم الاهلي بالهدف الاول للاعب محمد زعلوك في مباراه اليوم امام حضراتكم. الاضافه بقى من وادي دجله المنضم لقطاع الناشئين للنادي الاهلي، قدر ان هو يسجل الهدف الاول في مباراه اليوم. واحد لا شيء للأهلي، بداية جيدة لأحداث الشوط الثاني، وبكل صراحة مستحقة هذا التقدم، لأن الأهلي وصل كتير جدا جدا، اللي تابع معانا أحداث الشوط الأول من هذا اللقاء. هجمة لصالح نادي فاركو اللي أكيد بقى يعني هيحاولوا إن هم يطلعوا بحثا عن التعادل، فهيبقى في فرصة ومساحات للنادي الأهلي. أدي لمسة يد على اللاعب أسامة، أسامة أحمد لاعب النادي الأهلي في مباراة اليوم، وادي الكرة للاعب نور الدين كرم، تتلعب أمامية عالية ومعدية بلمسة رأسية كده توصل لزعلوك، بيحاول يا ولد يا لعيب، عدى بشكل كويس جدا زعلوك، ولسه الكرة معاه إنما مقطوعة، وترجع الكرة مرة تانية هنا ناحية اليمين عند محمد رأفت، بيلعب كرة بينية في اتجاه محمد عبد الله، محمد عبد الله، ادي محمد عبد الله بيحاول يعدي، محمد عبد الله بيحاول يعدي، وترجع الكره في اتجاه اسامه، وادي الهجمه للاعب يوسف جمال، بيقطع يوسف وماشي وبيلعب كره عرضيه مره ثانيه، ادي الكره العرضيه الخطيره جدا داخل منطقه الجزاء، ولكن زياد وليد بيمسك، زياد بيلعبها ناحيه الشمال عند اللاعب طارق فوزي، طارق استلام من طارق فوزي، طارق لسه الكره مع طارق، وبيلعبها في الخلف مره ثانيه لصالح لاعبي النادي الاهلي اللي اصبحوا متقدمين بهدف مقابل لا شيء، ويعني عاملين ماتش حلو لحد دلوقتي. يوسف جمال بيلعب كرة لأسامة، أسامة بيطلع يوسف هنا ناحية اليمين، وأدي الهجمة، أدي المحاولة في هذه اللحظات، يوسف جمال بيحاول عليها إنما اتقطعت، وصلت لفاركو مرة أخرى ناحية الشمال عند اللاعب زياد محمد اللي بيتقدم، زياد جاء من ناحية اليمين كده لناحية الشمال، وأدي الهجمة لفاركو توصل لزياد بيحاول عليها، ولكن يا ولد يا بوستنجي، يا ولد يا بوستنجي، خبرة كبيرة وثقة بالنفس وحظا على الكرة، وطلعت وبقت رمية تماس للأهلي. بداية هجمة، يوسف جمال بيلعب الكرة الأمامية لزعلوك، زعلوك اللي سجل الهدف الأول في مباراة اليوم، والكرة إلى خارج الملعب ورمية تماس أهلوية من ناحية اليمين، رايح لها يوسف جمال، مهمة صعبة طبعا النهاردة لنادي فاركو وجهازهم الفني. ترجع الكرة في وسط الملعب واستلام من يوسف عبد الحفيظ، يوسف بيلعب الكرة لمحمد عبد الله، محمد بيلعبها واحدة والتانية حلوة على شماله وخطرة جدا، هنا بقى سلاح التصويب، وادي المحاولة في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء للنادي الأهلي، إنما على طول دفاع فاركو بيقطعوها، وتوصل الهجمة ناحية الشمال عند اللاعب محمد الدسوقي، الدسوقي بيلعب كرة حلوة هناك ناحية اليمين عند فتحي محمد، وادي تصويبة أرضية توصل في إيدين حارس المرمى حازم جمال، حازم من الحراس المميزين، حازم تتلعب الكرة، وادي الهجمة للنادي الأهلي عن طريق اللاعب طارق فوزي، بيلعبها في وسط الملعب لمحمد رأفت، محمد رأفت بيلعب الكرة مرة تانية ليوسف عبد الحفيظ، يوسف بيلعبها ناحية الشمال عند اللاعب محمد رأفت، طارق فوزي، طارق بيرجع مرة تانية بالكرة كده للاعب محمد رأفت اللي بيلعب الكرة الأمامية عند زعلوك، زعلوك اللي بيتحرك بشكل جيد داخل منطقة الجزاء، ومن المتابعة كده قدر إن هو يسجل الهدف الأول في مباراة اليوم للنادي الأهلي اللي متقدمين به بهدف مقابل لا شيء حتى الآن على فاركو، للحفاظ على صدارة دوري الجمهورية مواليد 2005. ترجع الكرة ناحية الشمال، وادي الهجمة للاعب زياد محمد، انما مقطوعة يا ولد يا لعيب يا يوسف يا جمال، بيلعبها حلوة لأسامة، يا سلام يا سلام يا أسامة، بيلعب كرة بينية حلوة قوي، وادي يوسف جمال بقى، العرضية فين؟ العرضية فين؟ عدى عدى، حلوة 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 مرة تانية لو لعب بالعرض بقى، انما المهارة الحلوة من اللاعب يوسف جمال في اللقطة اللي فاتت.
ترجع الكرة مرة تانية في الأمام كده. يا ولد يا يوسف يا عبد الحفيظ، يا سلام يا يوسف يا عبد الحفيظ، أداء رائع جدا من هذا اللاعب في وسط الملعب، حماس كبير جدا. وادي بقى بعض التبديلات للنادي الأهلي في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. ترجع الكرة مرة تانية، وادي أسامة وتصويبة تخبط وتوصل إلى زياد وليد. زياد وليد حارس مرمى نادي فاركو في مباراة اليوم. زياد وليد حارس المرمى بيلعب الكرة الأمامية زياد عالية وتوصل ناحية اليمين للنادي الأهلي. أدي الهجمة في وسط الملعب، استلام بشكل جيد من اللاعب يوسف، بيلعبها ليوسف عبد الحفيظ لأسامة. يا سلام يا أسامة، رجولة ومهارة وأداء رائع جدا. اتلعب الكرة لمحمد عبد الله، محمد عبد الله، وأدي بقى محمد عدى حلو قوي، حط جسمه حلو قوي محمد عبد الله، والعرضية العرضية بقى وهوبا، مش ممكن مش ممكن اللقطة اللي فاتت، والكرة كده يعني كانت خطر جدا للنادي الأهلي وفرصة لإضافة الهدف الثاني في اللقطة الماضية، إنما لعبة حلوة قوي من اللاعب محمد عبد الله، عرضية واتلعبت كده واصطدمت بالمدافعين مع القائم الأيسر، وفرصة كبيرة جدا، فرصة كبيرة جدا طبعا رائعة للنادي الأهلي في مباراة اليوم. ترجع الكرة مرة ثانية، أدي الهجمة وادي المحاولة في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء لصالح نادي فاركو عن طريق اللاعب محمد الدسوقي، بيعدي محمد الدسوقي، إنما يا ولد يا معتز، يا سلام يا معتز، خبرة وثقة بالنفس وأداء رائع جدا هو وزميله بقى عبد الله بستانجي النهاردة. اتلعب الكرة يوسف عبد الحفيظ في وسط الملعب، أدي يوسف يتقدم للأمام وماشي وبيفتح الملعب هناك ناحية الشمال عند اللاعب طارق فوزي. طارق بيلعب الكرة الأمامية في اتجاه اللاعب سيف أيمن، بيحاول يعدي سيف، بيلعبها مرة تانية لطارق فوزي ليوسف عبد الحفيظ في وسط الملعب. أداء متميز من لاعبي النادي الأهلي في مباراة اليوم. وأدي الهجمة الحلوة لمحمد عبد الله، عدى محمد، عدى محمد عبد الله، وبيلعب كرة بينية جميلة لأسامة ناحية اليمين اللي بيعدل على شماله وبيلعب الكرة العرضية. وأدي بقى المحاولة في هذه اللحظات، مين جاي يسدد؟ يوسف عبد الحفيظ، وتصويبة من يوسف ترجع لزعلوك داخل المنطقة والتصويبة مرة تانية. إيه الضغط الحلو ده؟ إيه الأداء الرائع من لاعبي النادي الأهلي في مباراة اليوم؟ عاملين ماتش هجومي رائع جدا وجميل جدا الحقيقة، ولفريق فاركو مش قادر مش ملاحق على الهجمات وعلى الكرات. ادي محمد عبد الله، يا سلام بقى على محمد عبد الله، ومخرجنا كده الاستاذ محمد الدكروري في اللقطه الماضيه. وادي بقى محمد عبد الله عدى حلو قوي ولعب الكره العرضيه، شوف بقى هنا، شوف بقى هنا الكره، وادي التصويبه من اللاعب محمد رأفت، وترتد يعني فرصه كبيره جدا للنادي الاهلي. كانوا قريبين من اضافه الهدف الثاني في مباراه اليوم، كانوا قريبين من اضافه الهدف الثاني في مباراه اليوم. احمد عزت بيستعد للنزول من جانب لاعب النادي الاهلي، هينزل مكان اللاعب يوسف جمال. يوسف عمل ماتش حلو الحقيقه، نتمنى له كل التوفيق، وايضا للاعب احمد عزت اللي نزل امام حضراتكم. تبديلات بقى كده من كابتن سامر عبد الرحمن لاضافه نشاط على المستوى الهجومي للاعب النادي الاهلي. ادي الكره العرضيه والى خارج الملعب في الشبكه من بره، طلعت وبقت ركله مرمى لنادي فاركو في مباراه اليوم. ادي امامنا بقى اللاعب اسامه، هو اللي لعب الكره اللي فاتت دي، عايز يباغت الحارس زياد وليد، هي فيها فكره، انما الكره الى خارج الملعب، طلعت وبقت ركله مرمى لصالح نادي فاركو في مباراه اليوم. نتمنى بقى السلامه للاعب يوسف عفيفي، هل بقى خرج علشان كان بيعاني من اصابه ولا ايه؟ لعيب كبير جدا ولعيب هداف ولعيب متميز، لاعب النادي الاهلي. ترجع الكره الى خارج الملعب، رمي التماس بتتلعب، توصل لأسامة، أسامة بيلعب الكرة الأمامية وترجع الكرة مرة تانية للاعب إسلام أبو اليزيد في وسط الملعب. إسلام هجمة لنادي فاركو عن طريق محمد الدسوقي، بيلعبها الفتحي، فتحي وادي معتز معاه، فتحي ومعتز، فتحي ومعتز، عدى وتتلعب عرضية، ولكن يا ولد يا حازم، يا سلام يا حازم يا جمال، حازم جمال أيضا يشارك في التألق مع زملائه في مباراة اليوم. حارس المرمى للنادي الأهلي، رمية التماس سيف أيمن، بيلعبها لمعتز محمد، أمامية من معتز، ترجع الكرة مرة تانية لعبد الرحمن إيهاب في وسط الملعب، إنما اتقطعت وصلت لمحمد رأفت. محمد رأفت بيفتح الملعب هناك ناحية الشمال، يا سلام على الاستلام الجميل من اللاعب أحمد عزت، عدى وماشي، عدى وماشي، يقول لمساته، يتقدم للأمام وماشي، وبيلعب كرة بينية خطيرة جدا، ولسه الكرة داخل منطقة، ومحمد عبد الله والتصويبة توصل في إيدين الحارس زياد وليد، حارس مرمى نادي فاركو في مباراة اليوم. نلعب في دقيقة 62 من عمر وأحداث اللقاء، والنتيجة أصبحت تقدم النادي الأهلي بهدف سجله اللاعب محمد زعلوك. ترجع وادي تصويبة تخبط في معتز وترجع له مرة تانية، وادي محمد الدسوقي بيحاول محمد وبيلعب كرة بينية هناك ناحية اليمين عند فتحي، وادي فتحي بيسدد، ولكن التغطية الدفاعية من اللاعب معتز محمد بيلعبها
عند محمد رأفت لاعب النادي الأهلي، ولكن حكم اللقاء بيدي فاول كابتن مصطفى صلاح المساعد الثاني. أحمد وحيد برضو يستعد للنزول. أدي اللقطة وأدي الهجمة، أدي الهجمة الخطيرة اللي فاتت والمرور الرائع والجميل الحقيقة من اللاعب طارق فوزي للاعب كرة عرضية لمحمد عبد الله والتصويبة بالقدم اليمنى. وضعية جسمه يعني الحقيقة ما كانتش معدولة شوية، علشان كده وصلت من تصويبته بالقدم اليسرى كده في إيدين حارس المرمى زياد وليد. أدي أمامنا سامر عبد الرحمن، وفي لاعب من نادي فاركو واقع على أرض الملعب نتمنى له السلامة وإن شاء الله يقوم ويكمل المباراة. وأدي بقى جانب من الحضور لجماهير النادي الأهلي اللي بتتابع المباراة، سامر عبد الرحمن مدير فني قدير عامل أداء متميز جدا، متصدر دوري الجمهورية حتى الآن مع فريق 2005 للنادي الأهلي بأداء متميز ورائع وجميل حتى الآن. عمرو خالد يبدو انه هينزل دلوقتي، لعيب متميز الحقيقه عمرو خالد لاعب النادي الاهلي. والتبديلات المستمره من الكابتن سامر عبد الرحمن، وادي الركله الحره من ناحيه اليمين لصالح فاركو بتتلعب على طول كره عرضيه داخل المنطقه، ولكن يا سلام يا حازم، يا سلام يا حازم يا جمال، تعود الكره مره ثانيه. وادي معتز بيلعب الكره انما اتقطعت وصلت لفاركو عن طريق اللاعب زياد محمد، بيحاول يعدي زياد وسيف ايمن ولعبت الكره داخل المنطقه والراجل يتقدم للامام. هنا بقى امامنا في اللقطه الماضيه اسلام ابو اليزيد اللي كان مكمل في الهجمه، ولكن الكره طلعت يعني حضنوا كده عليها لاعبي النادي الاهلي عن طريق اللاعب اللي امام حضراتكم نجم خط الوسط في النادي الاهلي يوسف عبد الحفيظ. يوسف بيلعب الكره ترجع مره ثانيه هنا ناحيه اليمين، كره في اتجاه اللاعب اسامه انما الهجمه في وسط الملعب. وادي التمرير الاماميه من اللاعب عبد الرحمن ايهاب بيلعبها انما مقطوعه وترجع مره ثانيه لاسلام ابو اليزيد. اسلام بيلعب في اتجاه حازم جمال، حازم بيلعب لمعتز عبد الله ناحيه اليمين سيف ايمن. ادي شوف سيف رجع ناحيه اليمين مدير الفني كابتن سامر عبد الرحمن اللي قلنا لحضراتكم يعني بيقدر ان هو يستغل قدرات اللاعب سيف ايمن في اكتر من مكان داخل ارض الملعب، لعيب كويس جدا يمتلك مرونه تكتيكيه الحقيقه هذا اللاعب، في لعيبه متميزه جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. سياسه بقى مارسيل كولر المدير الفني بيتابع كل صغيره وكبيره مع قطاع الناشئين للنادي الاهلي، انضمام اللعيبه الناشئين دول للفريق الاول بيفيدهم جدا حتى ولو يتمرنوا. ادي انطلاقه من ناحيه الشمال عند اللاعب طارق فوزي. طارق بيعدي وماشي، طارق بيعدي وماشي طارق، وحكم اللقاء ما اداش حاجه محمد نهاد. ترجع الكوره في اتجاه اللاعب عبد الرحمن فهمي بيلعبها ناحيه اليمين عند فتحي محمد. فتحي هم بيعتمدوا على فتحي ده في كل كره الحقيقه، اللاعب رقم 66 ده. ادي كره اتلعبت انما مقطوعه مره ثانيه وتوصل للنادي الاهلي، هجمه مرتده. ادي يوسف عبد الحفيظ بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال عند اللاعب احمد عزت بيلعبها لمحمد رأفت. وادي الكره الاماميه الحلوه هناك ناحيه الشمال والاستلام الجيد من طارق والكره العرضيه. مش ممكن هنا بقى الاثنين يعني محمد زعلوك واحمد عزت، انما فرصه كبيره جدا ضايعه من النادي الاهلي. لاعب متحرك ولاعب نشيط اللي امام حضراتكم محمد زعلوك ده، ونشاطه اصفر عن هدف في مباراه اليوم. ادي الكره العرضيه، وادي بقى اللمسه واللعبه اللي اتلعبت في اللقطه اللي فاتت. لو كان في تعاون بقى بين الاثنين اللي هو طبعا احمد عزت واللاعب محمد زعلوك كان ممكن يعني يلعبوها بشكل افضل من كده. اتلعبت الكره مره ثانيه ناحيه اليمين عند اللاعب احمد اشرف انما مقطوعه، وادي الهجمه الحلوه ومره ثانيه مقطوعه لنادي فاركو انما يرجع ويجيبها اسامه. اللي عجبني جدا في اداء لاعبي النادي الاهلي النهارده انهم يعني ما بيفقدوش الامل في كل كره، بيضغطوا بسرعه جدا ويجيبوها. وادي كره مره ثانيه خطره جدا محمد رأفت والتصويبه، ولسه الهجمه وتألق كبير لزياد وليد حارس المرمى، تألق كبير لزياد وليد حارس المرمى في مباراه اليوم لنادي فاركو اللي واقع على ارض الملعب. انما هجمه حلوه، شوف بقى اللعبه، شوف بدايتها. ادي محمد بيلعبها مره ثانيه للاعب محمد عبد الله، وادي بقى هنا محمد رأفت والتصويبه من رأفت، ولكن زياد وليد يتألق وبيحاول عليها محمد رأفت مره ثانيه، يعني ما فقدش الامل في الكره وحاول عليها انما الكره تمر الى خارج الملعب وركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. الاهلي اللي عامل ماتش حلو قوي
وقادرين ان هم يتقدموا بهدف مقابل لا شيء وبيقتربوا من تسجيل هدف تاني. ودي اصابه للاعب من نادي فاركو، عملوا مجهود كبير جدا، تعبوهم جدا لاعبي النادي الاهلي النهارده، تعبوهم جدا بالضغط العالي اللي دايما عاملينه. ادي بقى امام اللاعب فارس، فارس ايضا بيتلقى التعليمات. هيبقى في اكتر من تبديل كده من قبل المدير الفني طبعا سامر عبد الرحمن للنادي الاهلي، هنشوف ونتابع مع حضراتكم. والركله الركنيه من ناحيه شمال بتتلعب على طول، عرضيه عاليه معديه وخطيره، مش ممكن. بوستانجي كان ممكن يسجل كره عرضيه حلوه، لكن ايه اللي بيعمله زياد وليد ده؟ ده زياد وليد النهارده متالق جدا، حارس مرمى نادي فاركو. ادي الكره العرضيه الحلوه من اللاعب محمد رأفت من الركله الركنيه، وعبد الله بوستانجي طالع ولعب الكره بلعبه راسيه قويه، انما كانت عايزه تبقى في زاويه من الزوايا الحقيقه. ودي مره ثانيه ومعتز محمد، مش ممكن، ولسه الهجمه اسامه ناحيه شمال والكره العرضيه، كل ده داخل منطقه الجزاء، ومحاوله من احمد عزت ترجع لعبد الحفيظ، وادي تصويبه، انما ايه التالق لزياد وليد النهارده. زياد وليد النهارده هيحتفظ بهذا اللقاء، يعني في الارشيف بتاعه وفي السي في بتاعه الحارس اللي امام حضراتكم، زياد وليد حارس مرمى نادي فاركو. بيلعبها مره ثانيه ناحيه اليمين عند اللاعب محمود مصطفى اللي بيلعب كره اماميه، عبد الرحمن ايهاب، انما اتقطعت ورجعت للنادي الاهلي اللي مسيطرين تماما. لاعبي فاركو مش قادرين ان هم يخرجوا بالكره من الخلف كده. ادي زعلوك بيلعب كره بينيه حلوه لمحمد عبد الله اللي عايز يسند على زعلوك، مره ثانيه لما اتقطعت ورجع جابها يوسف عبد الحفيظ. ادي لاعبي الاهلي، ادي الضغط اهو على طول، لاعبي فاركو يستلموا الكره يبقوا مخنوقين مش قادرين يتصرفوا، وبيرجع ويجيبها لاعبي الاهلي. احمد عزت عرضيه في اتجاه اللاعب محمد زعلوك، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لصالح نادي فاركو في مباراه اليوم. والتبديلات للنادي الاهلي، هنشوف بقى التبديل، هل بقى يعني كابتن سامر عبد الرحمن النهارده واجراء لبعض التبديلات كده للنادي الاهلي. ادي اللقطه وادي الكره العرضيه وادي عبد الله بوستانجي واللعبه الراسيه والتالق الحقيقه من حارس المرمى، ودي كانت بتاعه معتز، يعني الاثنين شبه بعض كده. والكره اللي اتلعبت هنا من ناحيه اليمين عن طريق اللاعب اسامه احمد، ورجعت لاحمد عزت اللي سدد، وادي يوسف عبد الحفيظ لعبها وتصويبه من اللاعب طارق فوزي وصلت الى حارس المرمى زياد وليد. تتلعب الكره وتوصل على حدود منطقة جزاء النادي الأهلي كده الفاركو للاعب إبراهيم عماد، ولكن مقطوعة. وادي الهجمة للنادي الأهلي عن طريق اللاعب محمد رأفت بيلعب كورة أمامية، وادي بقى عمرو خالد، هنشوف نزل مكان مين عمرو. اتلعب الكورة عمرو بيلعب كورة بينية حلوة، ادي أول لمسات عمرو بيعمل أسيست متميز للاعب أسامة أحمد. عمرو خالد تتلعب الكورة مرة تانية وتوصل في وسط الملعب كده الفارس اللي نزل برضو. ادي فارس امام حضراتكم، فارس وعمر نزلوا من النادي الاهلي، وادي كره في وسط الملعب مره ثانيه لصالح نادي بتروجيتا، لصالح نادي فاركو عن طريق اللاعب محمد الدسوقي بيلعبها، وترجع الكره مره ثانيه لهاشم شعبان. هاشم شعبان بيحاول يعدي، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس لصالح النادي الاهلي من ناحيه الشمال. ادي امامنا زعلوك هو اللي غادر ارض الملعب، ومعاه اللاعب محمد عبد الله وزعلوك هم اللي خرجوا، ونزل عمرو خالد وفارس للنادي الاهلي. تتلعب الكره، حازم جمال بيلعبها ناحيه اليمين، والاستلام امامنا والانطلاقه الاماميه من اللاعب سيف ايمن اللي قلنا لحضراتكم رجع يشغل الجبهه اليمنى الدفاعيه للنادي الاهلي في مباراه اليوم. وشايف انا احمد وحيد كده واقف على الخط برضو لاعب النادي الاهلي. يوسف عبد الحفيظ في وسط الملعب بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال، طارق فوزي، يوسف عبد الحفيظ بيلعب الكره الاماميه الحلوه عند احمد عزت هناك. احمد عزت بيستلم لسه الكره مع احمد، بيحاول يعدي هنا احمد عزت من اللاعب عبد الرحمن فهمي، وبيسند على طارق فوزي اللي بيلعب كره عرضيه، وادي المحاوله بقى في اتجاه لاعبي النادي الاهلي، تمريره حلوه لاسامه بيحاول عليها، انما الكره الى خارج الملعب طلعت وبقت ركله مرمى. تمريره من اللاعب فارس في اتجاه اسامه، انما الكره الى خارج الملعب طلعت وبقت ركله مرمى. ادي اسامه لعيب ممتاز برضو الحقيقه، اكتر من عنصر كده لاعبي النادي الاهلي متالقين جدا، وكنا بنقول انه اللعيبه دي
الناشئين لما بيتم تصعيدهم للفريق الأول يعني الحقيقة بيستفيدوا جدا من لاعبي الفريق الأول للنادي الأهلي. كلنا عارفين بقى على مدار التاريخ أن كل لاعبي النادي الأهلي ونجومه بيحتضنوا كده اللاعبة الناشئين وينقلوا ليهم خبراتهم، واللاعب الناشئ بيستفيد جدا لأنه ما بيكونش غريب على الأجواء في الفريق الأول لما بيتم تصعيده حتى ولو على سبيل التمرين، وده اللي احنا بنشوفه في الفترة الأخيرة مع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي. الأهلي السوبر، كرة إلى خارج الملعب لحازم جمال حارس مرمى الأهلي في مباراة اليوم اللي متقدم بهدف مقابل لا شيء. الأهلي سجله اللاعب محمد زعلوك، ادي امامنا طبعا اللي بره يركز يا رجاله نجوم النادي الاهلي متواجدين، وادي احمد وحيد بيستعد للنزول لاعب النادي الاهلي. احمد وحيد بينزل مكان محمد رافت. احمد وحيد بينزل بدلا من اللاعب محمد رافت. تبديلات من المدير الفني سامر عبد الرحمن، الحقيقه رؤيته حلوه للمباراه، دايما بيقرا الماتش كويس قوي المدير الفني، التبديلات اللي بيعملها دايما بتضيف. شفنا الهدف اللي كان سجله الحقيقه اللاعب فارس في مرمى بتروجيت، ادي انطلاقه، ادي فارس اهو، ادي فارس على ذكر الاهداف بيلعب كره عرضيه، وادي بقى مره ثانيه بقى الكوره اتلعبت حلوه قوي من اللاعب احمد عزت، ولكن حارس المرمى مش ممكن زياد وليد، مش ممكن زياد وليد الحقيقه، متالق جدا زياد وليد، والكره الى خارج الملعب وركله ركنيه للنادي الاهلي. فارس، شفنا بقى الاثنين البدلاء، فارس اللي لعب الكره في اتجاه اللاعب احمد عزت وكان ممكن يضيف الهدف الثاني، وكان هيترجم الكلام اللي احنا بنقوله ان المدير الفني سامر عبد الرحمن بيقرا الماتش حلو، والدليل ان التبديلات اللي بيعملها دايما بتكون مثمره. ادي الانطلاقه مره ثانيه اسامه من ناحيه اليمين، الكره العرضيه داخل منطقه، وادي اللمسه والعرض، عايزه ايه العرض النهارده؟ مش ممكن، كره حلوه قوي من اللاعب معتز محمد، هو بيجيد الكلام ده، بيجيد الكلام ده معتز محمد من رواد الفضاء داخل منطقة جزاء الخصوم. الحقيقة اللاعب معتز محمد اللي أمام حضراتكم لعيب متألق جدا. ترجع الكرة مرة تانية هناك ناحية الشمال، وادي الهجمة للنادي الأهلي. أحمد عزت بيلعب الكرة في الخلف لأحمد وحيد، ترجع في وسط الملعب طارق فوزي، بيعدي طارق وماشي وبيلعب الكرة لأحمد عزت ناحية الشمال، أحمد وطارق، بيعدي أحمد يا ولد العيب، والعرضية بقى إنما تخبط المرة دي وتوصل إلى حارس المرمى زياد وليد، حارس مرمى نادي فاركو في مباراة إليو. زياد بيلعب الكرة عالية ومعدية هناك ناحية اللاعب هاشم شعبان، ولكن معاه معتز ما بيسيبوش، ورجعت الكرة في اتجاه محمد الدسوقي وتمر إلى خارج الملعب وتبقى ركلة مرمى للنادي الأهلي. أدي مايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي اللي بيتابع المباراة، وادي أمامنا بقى كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن خالد بيبو ونجوم متواجدين النهاردة من النادي الأهلي، كل الدعم والمساندة الحقيقة يتلقاها هؤلاء اللاعبين في كل المراحل العمرية للنادي الأهلي، اهتمام كبير جدا بقطاع الناشئين اللي ياما خرج نجوم، وان شاء الله اكيد برضه لازال هيخرج نجوم كبار في كرة القدم المصري. اكتر من لاعب من الفرقة اللي امام حضراتكم دي انتظروهم قريبا جدا هيكونوا نجوم ويكسروا الدنيا مع الفريق الاول النادي الاهلي والمنتخب الوطني باذن الله باذن الله. الحضور الجماهيري في ملاعب الاهلي بمدينة نصر من فوق حمام السباحة امام حضراتكم بيتابعوا المباراة. ادي اللقطه الحلوه بتاعت فارس شوف فارس عمل ايه، لعب كره عرضيه ارضيه حلوه قوي، وادي احمد عزت ولكن شوف بقى حارس المرمى والتحرك الجميل والتوقع من زياد وليد حارس المرمى النادي فاركو. اللاعب اللي بيجتهد بندي له حق، زياد وليد حارس مرمى نادي فاركو تالق النهارده الحقيقه. ادي انطلاقه حلوه من اللاعب احمد عزت بيعدي وماشي وبيلعب كره بينيه وترجع له مره ثانيه انما مقطوعه لفاركو، والانطلاقة الأمامية عند اللاعب محمد الدسوقي بيستلم محمد وبيلعبها لفتحي سعد، ترجع مرة تانية وانطلاقة لفاركو، كرة بقى وادي بقى هنا أمامنا، أدي التألق حازم جمال، أدي التألق حازم جمال، نتيجة 1-0 في عالم كرة القدم نتيجة يعني بتكون خطرة جدا. أدي اللقطة اللي فاتت
والتصويب من اللاعب هاشم شعبان، ولكن التألق أيضا من حارس المرمى حازم جمال للنادي الأهلي، وخرج الكرة إلى خارج الملعب وركلة ركنية. الأهلي على الرغم من السيطرة والأداء الجميل ده، ولكن 1-0 الهدف بيأتي في فيمتو ثانية، فبتبقى مشكلة. شفنا اللقطة اللي فاتت دي، فريق فاركو كان يعني ممكن يسجل، فرصة كانت خطر جدا لفاركو، ولا زالت الخطورة مستمرة. وركلة ركنية لفاركو من ناحية اليمين، بنشوفهم قليل جدا في الشق الهجومي. ادي الهجمة المرتدة بقى، اقل لمسات في اسرع توقيت. هل ينطبق الكلام ده على هجمة احمد عزت؟ احمد عزت بيعدي من ناحية شمال، بيستلم كرة احمد وبيلعب كرة بينية حلوة. ادي بقى الانطلاقة لأسامة، يلا يا أسامة، يلا يا أسامة، انما اتقطعت ورجعت الكرة للنادي الأهلي. ادي الهجمة الحلوة تتلعب ناحية الشمال، هناك فارس بيسند على عزت في وسط الملعب لأحمد وحيد. أحمد وحيد والتصويبة من أحمد وحيد، إنما تصطدم بدفاع فاركو وترجع الكرة هناك عند معتز محمد وعند اللاعب هاشم شعبان. هجمة الفاركو، كرة في وسط الملعب، إبراهيم عماد بيلعب الكرة هنا ناحية الشمال عند اللاعب محمود السيد محمود، إنما مقطوعة وتوصل لإبراهيم عماد، والكرة تمر إلى خارج الملعب وطلعت وبقت رمي التماس. بعض التبديلات اللي أجراها أيضا فريق فاركو في الشوط الثاني. وادي أمامنا واحد من نجوم المباراة زياد وليد، حارس مرمى نادي فاركو في مباراة اليوم، ورمي التماس من ناحية شمال بتتلاعب. الاثنين حراس المرمى تألقوا جدا النهاردة، حازم جمال للنادي الأهلي تألق بشكل كبير جدا، خاصة في الهجمة الأخيرة لفاركو. كرة إلى خارج الملعب، عبد الرحمن فهمي. وادي أمامنا بقى واضح في الكادر كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني للنادي الأهلي. عبد الرحمن فهمي يبدو أنه هيلعبها طويلة داخل المنطقة، لعبها طويلة داخل المنطقة، وادي اللمسة الرأسية ترجع للأهلي. انطلاقة من ناحية اليمين عند اللاعب أحمد عزت، أحمد عزت بيحاول يعدي أحمد عزت، أحمد عزت ومعاه فتحي سعد، بيلعب كرة بينية حلوة أحمد عزت، وادي بقى الانطلاقة، الكرة الحلوة، الكرة الحلوة العرضية داخل المنطقة في اتجاه أسامة عن طريق اللاعب عمرو خالد، إنما اتقطعت ورجعت الكرة مرة تانية لصالح نادي فاركو في مباراة اليوم. هجمة كده للاعب محمد الدسوقي، محمد الدسوقي بيلعبها في وسط الملعب، وتعود الكرة مرة تانية للنادي الأهلي. أدي كرة في وسط الملعب للاعب أحمد وحيد ناحية اليمين، واحدة والتانية بشكل متميز جدا للأهلي. سيف أيمن، سيف بيعدل وبيجيبها على شماله، ولسه سيف بيلعب كرة بينية حلوة وترجع للنادي الأهلي. عمرو خالد، عمرو خالد يا ولد لعيبة، عمرو بيلعب كرة عرضية، إضافة كبيرة عمرو خالد الحقيقة، وترجع الكرة مرة تانية في وسط الملعب. يوسف عبد الحفيظ بيلعبها يوسف إلى عبد الله، عبد الله بيلعب لعمرو خالد مرة تانية، عمرو بيشيل كرة عرضية حلوة، عرضية جميلة من عمرو. وادي بقى اللعبة الرأسية من فارس، اللعبة الرأسية من فارس إلى خارج الملعب. الدقيقة 80 مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي شاشة قناة الأهلي، والأهلي متقدم على فاركو بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب محمد زعلوك قبل أن يغادر أرض الملعب. أدي عمرو خالد، شوف الكرة العرضية الحلوة يا ولد يا لعيبة، عمرو لعبها نموذج جميلة جدا، وأدي اللمسة الرأسية من اللاعب فارس إنما إلى خارج الملعب، وكان مشارك معاه بقى اللاعب محمود مصطفى، ما سابوش يلعبها براحته. الكرة طلعت، وأدي تبديل للنادي فاركو، خروج للاعب محمد الدسوقي ونزول لسعد الدين يحيى. تتلعب أمامية وتوصل مرة تانية لفريق فاركو. جابر فرج في اللقطة اللي فاتت، تبديلات بيجريها المدير الفني، وادي الهجمة الحلوة. أسامة، أسامة بيعدي من ناحية اليمين، أسامة لسه الكرة مع أسامة، أسامة وبيلعبها في اتجاه المرمى عند الحارس زياد وليد اللي بيلعب الكرة مرة تانية هنا ناحية اليمين. ادي أمامنا اللاعب أسامة أحمد لاعب النادي الأهلي. هجمة لفاركو في وسط الملعب، انما اتقطعت وصلت للنادي الاهلي مره تانية. وادي الكره الملعوبه الاماميه الحلوه، استلام بشكل جيد وتصويبه من عمرو خالد والى خارج الملعب، طلعت وبقت ركله مرمى. يحسب ليها عمرو خالد ان هو يعني لعيب هجومي كده، كل كره بياخدها يا بيلعبها عرضيه بشكل متميز يا الا بيسدد في اتجاه المرمى. عنده ثقه وعنده مهاره، نتمنى له كل التوفيق هو وكل زملائه طبعا.
اتلعبت الكرة في وسط الملعب وادي معتز محمد، الكرة الى خارج الملعب طلعت وبقت رمية تماس لنادي فاركو في مباراة اليو. سير مجريات هذا اللقاء او اللي تابع المباراة منذ صافرة البداية للشوط الاول وحتى الدقيقة 82 يعني هيقول لك انه الاهلي يستحق ان هو يسجل اهداف اكتر من الهدف الوحيد اللي سجله حتى الان. ادي كرة عرضية الى خارج الملعب وركلة ركنية لنادي فاركو من ناحية الشمال رايح لها اللاعب سعد الدين يحيى، اللاعب اللي نزل بديل في احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. لاعب الاهلي وقت حرج في المباراه 1-0 ماسكين الماتش بشكل كويس جدا، عاملين اداء رائع في مباراه اليوم. وادي الكره العرضيه يوسف عبد الحفيظ والتغطيه الدفاعيه الرائعه والمتميزه توصل في وسط الملعب للاعب فتحي سعد، بيلعبها ناحيه اليمين عند اسلام ابو اليزيد، وادي على طول ابراهيم عماد بيلعب كره اماميه عاليه وتوصل لواحد من نجوم المباراه ايضا حازم جمال. حازم جمال حارس مرمى النادي الاهلي. معتز بيلعب الكرة الأمامية معتزة عالية، وادي اللمسة في اتجاه اللاعب فارس، بيحاول عليها فارس مرة تانية توصل في وسط الملعب لفتحي سعد، بيحاول يعدي فتحي، فتحي ويوسف عبد الحفيظ، ادى ليوسف واحدة كده حكم اللقاء ما اداش حاجة، وادي تصويبة انما الى خارج الملعب طلعت وبقت ركلة مرمى. سلامات يا يوسف، يوسف عبد الحفيظ نتمنى له السلامة لاعب النادي الأهلي. لاعب فاركو كده اداله واحدة بايده وهو بيجري، سلامات يا يوسف ان شاء الله يكون سليم طبعا. نزل له على طول احمد جبل الطبيب ومع محمد نحله وابراهيم خاطر. ادي الهجمه اسامه، شوف بقى الكره العرضيه الحلوه من اسامه والاستلام والكره كده الحقيقه الحلوه للاعب معتز محمد، ولكن العارضه كان ليها راي تاني، العارضه كان ليها راي تاني هنا في ملاعب الاهلي بمدينه نصر. سلامات يا يوسف، يوسف عبد الحفيظ الحمد لله ام سليم اهو امام انظار كابتن خالد ديبو وكابتن سيد عبد الحفيظ اللي بيتابعوا احداث هذا اللقاء هنا في ملاعب الاهلي بمدينه نصر. نجوم كبار طبعا. وادي أمامنا يوسف عبد الحفيظ، سلامات يا يوسف، من اللعيبة الكبار والمتألقين اللي عاملين موسم متميز جدا في وسط الملعب مع تشكيل مدير الفني سامر عبد الرحمن. وترجع الكرة مرة تانية إلى عبد الله، عبد الله بيلعبها ناحية الشمال لمعتز، معتز بيلعب الكرة الأمامية، وادي الهجمة مرة تانية ملعوبة في اتجاه اللاعب اللي أمام حضراتكم هنا احمد عزت، بيحاول لسه الكره معاه وتصويبه تخبط ولسه الهجمه، لسه الهجمه مستمره. وادي مره تانية كره تتلعب حلوه قوي والمحاوله بقى هنا طارق بيلعب كره عرضيه فارس ومش ممكن. ومره تانية ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل النهارده من زياد وليد اللي تالق بشكل كبير جدا امام بقى لاعبي النادي الاهلي واسامه احمد كان عنده فرصه انه يضيف برده هدف. زياد وليد يعني الحقيقه تشكر على الماتش الحلو اللي انت عامله النهارده مع فريق فاركو. حارس المرمى والركلة الركنية للنادي الأهلي من ناحية اليمين، الركلة الركنية للنادي الأهلي. شوف بقى الكرة الملعوبة الحلوة، وادي فارس، وادي الراجل يتصدى وترجع لأسامة مرة تانية وإلى خارج الملعب ركلة ركنية أهلوية من الجانب الأيمن من ملعب المباراة. ركلة ركنية يلعبها أسامة، أسامة والركلة الركنية للأهلي من ناحية اليمين. ادي اسامه بيلعب الكره العرضيه ولكن بيخرج دفاع نادي فاركو. وادي الكره هتطلع، لا والله جابها اسامه، عمل مجهود كبير جدا اسامه. ادي اسامه اهو بيحاول يعدي وياخد منها رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. الدقيقه 85 وادي امامنا بقى زياد وليد حارس المرمى للنادي فاركو في مباراه اليوم، ورميه التماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين هيلعبها فارس خالد. فارس بيدور هيدي لمين، فارس بيلعبها لزميله عمرو خالد. عمرو خالد يا ولد يا عمرو بيلعب كره عرضيه عمرو خالد انما توصل الى حارس المرمى زياد وليد. زياد وليد ادي زياد بياخد فاول، اللاعب كده احمد عزت عطل اللعب علشان اللعيبه ترجع وتاخد البوزيشن الدفاعي. وادي نجومنا نجوم النادي الاهلي اللعيبه البدلاء واللعيبه ايضا اللي شاركوا وخرجوا في مباراه اليوم كتبديلات طبعا. تتلعب الكره بسرعه من جانب زياد وليد حارس مرمى نادي فاركو في احداث هذا اللقاء. ادي الهجمه ناحيه اليمين، اسلام لسه الكره معاه وبيعيدها في الخلف لصالح فاركو اللي بتتلعب اماميه. فتحي سعد، هاشم شعبان، انما تقطعت وصلت للاهلي. كره حلوه من سيف ايمن، بيعدي سيف وماشي والكرة تمر إلى خارج الملعب. كان عايز ياخد فاول عمرو خالد في اللقطة اللي فاتت، إنما الكرة إلى خارج الملعب طلعت وبقت رمية تماس.
وتوصل مرة أخرى لنادي فاركو ملعوبة أمامية من اللاعب نور الدين كرم إلى حارس المرمى حازم جمال، بيهدى على كورته حازم. دقيقة 87 من عمره أحداث الشوط الثاني، أدي معتز بيلعب الكرة إلى حازم جمال. حازم جمال الأهلي اللي بيسعى للحفاظ على الصدارة، صدارة جدول الترتيب لمسابقة دوري الجمهورية 2005 مع المدير الفني الكفء والمتألق كابتن سامر عبد الرحمن. آخر مبارياتهم كانوا حققوا الفوز على إنبي 2-1 بملعب إنبي، والنهاردة حتى الآن متقدمين بهدف مقابل لا شيء بملعب الأهلي بمدينة نصر على نادي فاركو. بالمناسبة شباب فاركو دول كانوا كسبوا الزمالك 6 ولكن مش في مواليد 2005 يعني. ترجع الكرة هناك ناحية شمال ومحاولة في هذه اللحظات. 2001 طبعا فريق فاركو اللي كان حقق الفوز على نادي الزمالك 6-0. ادي كرة تتلعب على طول أمامية وإلى خارج الملعب، طلعت وبقت ركلة مرمى للنادي الأهلي في مباراة اليوم وحازم جمال حارس المرمى. حازم جمال حارس مرمى النادي الأهلي في مباراة اليوم. اللعيبة النهاردة يعني متعونا كورة وقدموا أداء متميز جدا، وكانوا يستحقوا الحقيقة أنهم يسجلوا أكتر من هدف في مباراة اليوم، ولكن لسه هنشوف بقى، يتبقى دقيقتين غير الوقت المحتسب بدلا من الضائع. أدي كرة تتلعب على طول أمامية ولكن الوقت ده محتاج تركيز من لاعبي النادي الأهلي على الأقل للحفاظ على هدف التقدم. أدي فارس بيحاول يعدي فارس خالد، إنما ترجع الكرة مرة تانية هنا ناحية الشمال، وأدي الهجمة الحلوة للاعبي نادي فاركو. محاولة في هذه اللحظات لفاركو، انطلاقة وعبد الرحمن فهمي بيحاول ولكن الكرة تمر إلى خارج الملعب، تطلع وتبقى ركلة ركنية لفاركو من ناحية الشمال. طبعا كلنا عارفين إنه لاعبي النادي الأهلي هم ملوك التسعين، ملوك التسعين، كل الفرق وكل الأندية اللي بتلتقي النادي الأهلي لا يأمنوا للمباراة حتى ولو المباراة وصلت للدقيقة 90. الأهلي هم ملوك التسعين دايما، وبيقدروا ان هم يسجلوا أهداف بعد الدقيقة بلس 90 كده، شفناها أكتر من مرة، وشفنا الهدف اللي كان سجله اللاعب فارس في مرمى بتروجيت في المباراة اللي انتهت للأهلي 4-3 في هذا الدوري، كان سجله في الدقيقة بلس 90 كده الحقيقة، أو بعد الدقيقة 90 اللاعب فارس. ترجع الكرة وادي هجمة لصالح نادي فاركو في مباراة اليوم، والمحاولة في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء لصالح فاركو. كرة على حدود منطقة الجزاء ورجعوا على طول لاعبي النادي الأهلي علشان يتمركزوا في المواقع الدفاعية من أجل الدفاع عن الهدف اللي متقدمين بيه. وادي الهجمة المرتدة بقى، يلا عمرو خالد بيحاول يعدي، عمرو خالد إنما حكم اللقاء بيقول اللعب على الكرة، ورجعت الكرة لفاركو، والضغط هنا في هذه اللحظة من اللاعب أحمد وحيد. ترجع هناك ناحية اليمين والكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس للأهلي. عمرو خالد بيلعب الكرة في وسط الملعب لأحمد وحيد، أحمد وحيد بيلعب الكرة في وسط الملعب لفارس خالد بيلعب كرة بينية حلوة لأسامة، أسامة بيعدي ولسه أسامة وبيلعب كرة بينية حلوة. أدي بقى هنا سيف أيمن داخل المنطقة، مجهود كبير جدا عمله سيف أيمن النهاردة، تتلعب الكرة لأسامة، المهارة لأسامة، بيحاول يعدي وبيلعب كرة عرضية إنما بيطلع دفاع نادي فاركو. خلاص وصلنا للدقيقة 90، وادي عبد الله بستانجي بيلعب الكرة هناك عند حازم، كرة خطر جدا. ادي حازم طالع من مرمى حازم جمال وبيخرج الكرة بمبدأ السلام، هو كويس اللي عمله حازم ده، الفلسفة في الوقت ده وفي المكان ده بتبقى خطر شوية، فالراجل طلع الكرة بمبدأ الأمان إلى خارج الملعب، إنما لسه الخطورة مستمرة لنادي فاركو. وادي كرة عرضية تخبط كده في عبد الله بستانجي وإلى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة ركنية لنادي فاركو من ناحية الشمال. جابر فرج هو اللي كان متقدم، او لا والله دي ركلة مرمى الاهلي. وادي انذار هنا للاعب جابر، اللاعب جابر فرج اللي امام حضراتكم لاعب نادي فاركو بياخد انذار للاعتراض على حكم اللقاء في اللقطة الماضية كابتن محمد نهاد. وصلنا للوقت المحتسب بدلا من الضائع مشاهدينا الاعزاء في كل مكان. الاهلي يتقدم على نادي فاركو بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب محمد زعلوك. ادي كرة بتتلعب على طول امامية عالية وتوصل بلمسة رأسية كده من دفاع نادي فاركو، إنما الهجمة للأهلي. عمرو خالد بيحاول عليها عمرو، والكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تمس. مكاسب كبيرة جدا طبعا لنادي الأهلي، والمدير الفني سامر عبد الحي النهاردة اطمأن على أكتر من لاعب وأداء متميز من لاعبي الفريق أمام أعين هذا الجمهور المتابع طبعا في ملعب المباراة، والملايين عبر شاشة النادي الأهلي اللي بيتابعوا ويطمئنوا على فريقهم وقطاع الناشئين المتميز
والمليء طبعا بالجواهر المتلألئة في عالم كرة القدم. افتكروا الأسماء دي كويس جدا، احفظوهم علشان هيبقوا نجوم كبار جدا إن شاء الله في كرة القدم المصرية في القريب العاجل. هجمة يوسف عبد الحفيظ، بيعدي يوسف وبيلعب كرة بينية هناك عند سيف أيمن، إنما إلى خارج الملعب، طلعت وبقت ركلة مرمى لنادي فاركو في مباراة اليوم. الأهلي بيقترب من تأكيد الصدارة والحفاظ عليها بهذا الفوز الهام والتقدم حتى الآن، الفوز طبعا بعد صافرة النهاية، إنما الأهلي متقدم بهدف مقابل لا شيء زي ما قلنا، سجله اللاعب محمد زعلوك، وترجع الكرة مرة تانية هناك ناحية شمال عند أحمد وحيد. أحمد بيلعبها لأحمد عزت، البدلاء اللي أضافوا كتير جدا في الشوط الثاني الحقيقة، دي فارس خالد برضو اللي كان نزل بديل لعمر خالد، أيضا البديل اللي لعبها لأحمد عزت. أحمد عزت لسه الكرة مع أحمد، لعيب مهاري ولعيب متألق جدا، بيحافظ على كرته بشكل كويس أحمد، وبيلعب ليوسف عبد الحفيظ واحد من نجوم المباراة في خط الوسط للنادي الأهلي. وادي الكرة الملعوبة الأمامية، وتوصل الكرة مرة تانية لعبد الله بستانجي. عبد الله بيلعب الكرة ناحية اليمين عند أسامة، أسامة طالع له سيف أيمن، إنما أسامة عدى وماشي، ماشي أسامة وبيسند على سيف، والأهلي بيحاول إن هو يعني يخلي الكرة معاه، وكلنا عارفين إن الأهلي طبعا زي ما قلنا ملوك التسعين، وممكن إن هم يقدروا يسجلوا، إنما اتقطعت الهجمة وصلت لصالح نادي فاركو، تتلعب على طول أمامية. وادي بقى الانطلاقة من ناحية شمال، ولكن اللاعب طارق فوزي عامل التغطية المتميزة طارق، وبياخد فاول نادي فاركو من ناحية اليمين لمحمد نهاد حكم اللقاء، بيدي فاول لفاركو. محمود السيد بيسيب الكرة للاعب سعد الدين يحيى اللي أمام حضراتكم، سعد الدين يحيى، وركلة حرة لنادي فاركو، ركلة حرة لفاركو، سعد الدين يحيى في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لأحداث الشوط الثاني والمباراة. كل بقى في انتظار صافرة النهاية من قبل كابتن محمد نهاد، وركلة حرة لفاركو في أحداث هذا اللقاء. تغطية وعودة للخلف كده من لاعبي النادي الأهلي للدفاع عن الهدف اللي متقدمين بيه، ودي كرة ملعوبة توصل في إيدين حازم جمال. حازم جمال بيستلم كورته، والأنظار كلها تتجه نحو محمد نهاد حكم اللقاء. اتلعبت الكرة أسامة ناحية اليمين، أسامة يتقدم وماشي، بيعدي وماشي، فتح له سيف أيمن، لعب الكرة البينية الحلوة عمرو خالد بقى، وادي عمرو المهارة من عمرو، عايز يعدي عمرو، إنما على طول مقطوعة مرة تانية، والهجمة من إسلام بيلعب الكرة الأمامية إنما إلى خارج الملعب، وطلعت وبقت رمي التماس للنادي الأهلي في مباراة اليوم. رمي التماس للأهلي أمام أنظار المدير الفني كابتن سامر عبد الرحمن، اللي أكيد سعيد بالأداء اللي عملوه أولاده النهاردة ونجوم النادي الأهلي مواليد 2005. ورمي التماس من ناحية اليمين لصالح اللاعب سيف أيمن، سيف بيلعب الكرة لأسامة، أسامة في وسط الملعب ليوسف عبد الحفيظ اللي بيلعب الكرة في اتجاه عمرو، إنما على طول مقطوعة، وتوصل مرة تانية الكرة. لاعبي الأهلي لازم بقى في الوقت ده يعني يحاولوا يخلوا الكرة معاهم أطول فترة ممكنة إلى حين بقى نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضائع. أدي أمامنا لاعب فاركو اللي واقع على أرض الملعب، نتمنى له السلامة، نتمنى له السلامة. هنا لاعب نادي فاركو أكيد هينزلوا الجهاز الطبي دلوقتي علشان يسعفوا ويقدموا له الإسعافات. أدي حكم اللقاء كابتن محمد نهاد بيستدعي رجال العلاج من جانب فريق فاركو، وفرصة كده لالتقاط الأنفاس. أدي أمامنا طبعا لاعب نادي فاركو اللي واقع على أرض الملعب، نتمنى له السلامة ويقوم ويكمل المباراة مع فرقته اللي هو هاشم شعبان، عمل مجهود كبير الحقيقة اللاعب اللي امام حضراتكم ده اللي بيغادر ارض الملعب متاثرا باصابته. وركله حره لنادي فاركو، نلعب في الدقيقه السادسه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وهناك تبديل، شايف انا اشاره حكم اللقاء كده، نزل اللاعب رقم 19 من جانب فاركو صفوه وائل، صفوه وائل بينزل دلوقتي في هذا التوقيت. مشاهدينا الاعزاء، بنلعب في الدقيقه السادسه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. تتلعب الكره اماميه عاليه، وادي اللمسة الرأسية الخطيرة، ولكن على طول بيطلع دفاع النادي الأهلي وتسلل رايو صفارة، ركلة حرة غير مباشرة للنادي الأهلي اللي متقدم بهدف مقابل لا شيء حتى الآن، سجله اللاعب محمد زعلوك. ركلة حرة غير مباشرة لصالح النادي الأهلي، واللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لأحداث الشوط الثاني والمباراة. الدقيقة السادسة وداخلين على الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لأحداث الشوط الثاني والمباراة، وفي هذه اللحظات حكم اللقاء كابتن محمد نهاد يطلق صافرة نهاية أحداث الشوط الثاني. مشاهدين الأعزاء، والمباراة والتقدم
للنادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب محمد زعلوك في مباراه جيده وجميله من لاعبي النادي الاهلي، استحوذوا فيها وسيطروا على المباراه ووصلوا اكتر من مره باداء متميز وجميل، وقدروا ان هم يتقدموا بهدف مقابل لا شيء ويحافظوا على صداره هذه المجموعه. وادي امامنا بقى لاعبي ونجوم النادي الاهلي اللي امام حضراتكم، وادي الكباتن الكبار كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن خالد ديبو اللي كانوا حاضرين ومساندين وداعمين لفريق النادي الاهلي والمدير الفني كابتن سامر عبد الرحمن. مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، تقبلوا تحياتي تامر عبد السلام، والى ان نلتقي في مباريات اخرى قادمه لكم منا كل التحيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودي طبعا مخرجنا استاذ محمد الدكروري بيعود لنا هدف المباراه الوحيد، وطبعا استاذ احمد نجدي اللي متواجدين معانا وعاملين مجهود كبير جدا في نقل هذا اللقاء وكل المباريات على شاشه قناه النادي الاهلي.